بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي مشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان، أهلا وسهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من البيت الكبير، بيت كل الأهلوية وبيت كل الناس. كل يوم الحقيقة الموضوع بيكبر زيادة، بيكبر لأن احنا هنفضل نبحث عن حق النادي الأهلي، وهنفضل نتكلم عن حق النادي الأهلي وجمهور النادي الأهلي. زمان لما كنا بنسمع كلمة مليونية، أو لما كنا حد يقول لنا ان في يوم الجمعه، فاكرين الايام السودة دي لما كان بيبقى في مليونيه كنا بنبقى متضايقين ايه اللي بيحصل ده. لكن تخيلوا حضراتكم دلوقتي ان المليونيات بتتعمل على تويتر من جمهور الاهلي. جمهور الاهلي بقاله 3 ايام بيعمل عظمه على كل مواقع التواصل الاجتماعي، عظمه غير طبيعيه. مش عايز اقول لحضراتكم، اول امبارح ستوب كاف كوربشن 1.5 مليون واكتر، امبارح كان في هاشتاج تاني 1.5 مليون واكتر، النهارده في هاشتاج تالت 1.5 مليون واكتر، او يعني هيقولوا لي الارقام دلوقتي، ولكن انا متاكد ان هو فيفا سبورتنج كاف كوربشن، ده هاشتاج موجود ترندنج رقم واحد مع ايه؟ مع ستوب كاف كوربشن. فجمهور النادي الاهلي بيعمل عظمه، جمهور النادي الاهلي بيعمل ملحمه، بقى لنا 3 ايام ملحمه كبيره جدا جدا بيعملها جمهور النادي الاهلي. زي ما قلت لحضراتكم احنا دلوقتي بنستنى نشوف كم مليون بيتعملوا، وده ما بيحصلش. خد بال حضرتك، افتكر كده واقعد فكر. اي حد ليه في السوشيال ميديا يقول لك ان اللي بيحصل ده حاجه جامده جدا وحاجه كبيره جدا، ان يبقى عندك 1.5 مليون تويته او ناس بتتكلم عن هذا الامر، عن الكاف كوربشن على حسب الهاشتاج، هو مكتوب كده الكاف كوربشن، الناس اكتر من 1.5 مليون بيتكلموا عن هذا الامر على مستوى العالم. بالمناسبه مش في مصر بس، مصر او جمهور النادي الاهلي بيلفت نظر العالم كله عن اللي بيحصل هنا. بعض الاخوه، ولا بلاش، خليني اقول بشكل عام، البعض بيحاول يقول لك النادي الاهلي بيعيط والنادي الاهلي بيبكي، واسلام الشاطر في قناه الاهلي بيعيط وقناه الاهلي بتبكي على اللي بيحصل. ويا جماعه، مين اللي يبكي؟ النادي الاهلي يبكي؟ يبكي ليه؟ عشان النادي الاهلي اكبر نادي في افريقيا واخد بطولات؟ عشان النادي الاهلي الكل بيحلف باسمه؟ عشان النادي الاهلي وصل ل10 بطولات وكل الانديه الاخرى ما جابتش ال10 بطولات على بعض، مجموعهم على بعض ما يجيبش، بره مصر يعني ما يجيبش 10 بطولات؟ ده مين اللي يعني احنا ما بنعيطش ابدا ولا بنتضايق ابدا ولا عندنا مشكله ابدا، ولكن عندما يكون عندنا حق جمهور الاهلي، شفتوا المليونيه امبارح واول امبارح والنهارده ولسه مليونيات لغايه يوم المباراه، انا متاكد ان ده هيحصل من جمهور الاهلي، مين ده اللي يعيط ومين اللي يبكي ومين الكلام ده يا جماعه؟ انا بس مش عايز اكبر. تخيل حضرتك عامل 537,000 لغايه دلوقتي في اقل من ساعتين، 537,000 الستوب، ان فيفا سبورتنج كاب كوربشن، هو الهاشتاج بيقول كده، ليش دعوه. فمين ده اللي بيبكي ومين اللي بيعيط؟ عيب، الكلام ده عيب. يجب ان يكون هناك احترام، حتى في الاختلاف يجب ان يكون هناك احترام. النادي الاهلي لا يبكي ابدا، ولا اعلامه ولا جمهوره، ولكن بنوصل الحق، او بنوصل ان هناك نقطه مظلمه، مش نقطه، نقطه كبيره جدا مظلمه عندنا، وبنقول للعالم كله بصوا ايه اللي بيحصل هنا. وعندما تتحدث عن كبير القاره يجب ان تتحدث باحترام. كبير القاره بجد، مش مجرد كلام. كبير القارة بالأرقام، بالبطولات، بالإنجازات، بالشعبية. ده شعبية جمهور النادي الأهلي. أنا بس مش عايز إيه أتكلم في هذا الأمر، ولكن مش فارق معايا بطولة ولا يفرق معايا الكلام ده خالص. أنا بطولة إيه؟ بطولة إيه يا جماعة اللي بتتكلموا عنها؟ إحنا لا نتكلم عن بطولات، ولكن إحنا بنتكلم عن حق وعدل يجب أن يتم تطبيقه، مش مجرد كلام بيحصل وخلاص. على العكس، ان المفروض ان الكل يقف ضد الفساد، ضد الفساد اللي بيحصل في اي حته، في اي حته.
كابتن صالح سليم الله يرحمه، هذا الرمز الكبير والعظيم، قال أنا لا أحب أن أرى الأهلي مهزوما في حقه. مش موضوع بطولات خالص. احنا البطولات يا جماعة، يعني أنا ممكن أدي ظهري من كتر البطولات اللي أنا خدتها، مش أنا إسلام، جمهور الأهلي كله فرقش معاه، ولكن لو حقي هفضل أجري وراه لغاية آخر، لغاية لما، ولو خلاص خلاص هتلعب في المغرب ربنا يسهل بقى ونشوف ساعتها هنعمل إيه. لو ده حصل هتلاقي كل جمهور النادي الأهلي بيساند فرقته، وكل جمهور النادي الأهلي واقف مع فرقته باحترام وبأدب وبأخلاق. عمرنا ما هنغلط في حد، عمرنا ما هنجري ورا ترند، عمرنا ما هنقول الكلام اللي البعض بيحاول يوصلنا يقوله، بس انا بحاول ارد بالادب والاحترام والاخلاق اللي احنا متعودين منها او متعودين عليها داخل النادي الاهلي. وما فيش اكتر من اشاده الجزائريين بجمهور النادي الاهلي واللي حصل معاهم هنا في وفاق سطيف، المسؤولين في وفاق سطيف وجمهور وفاق سطيف. والحقيقه المعامله بالمثل هناك، الناس بتحترم جدا جدا النادي الاهلي وبتحترم، وفي كل حته هنروح، على المغرب هنروح هيحصل كده، انا متاكد طبعا ان ده هيحصل. ولكن في النهايه عندما تتكلم عن النادي الاهلي يجب ان تقف احتراما، مش كلام وخلاص، مش بقول لك انا كلام وخلاص، ولكن لما تيجي تبص في كتاب تاريخ هتلاقي النادي الاهلي رقم واحد، لما تيجي تبص في كتاب جغرافيا هتلاقي النادي الاهلي رقم واحد، لما تيجي تبص في كتاب رياضة هتلاقي النادي الأهلي رقم واحد، في كل شيء النادي الأهلي رقم واحد. فخدوا بالكم بس وانتم بتتكلموا، أي حد بيتكلم بشكل عام، أنا ما بخصصش دلوقتي، ولكن هيجي يوم وخصص وأقول، وخصص وأقول هذا الأمر. طيب، أنا عايز أبدأ مع حضراتكم اللي حصل الفترة اللي فاتت، تسلسل. تسلسل للأحداث اللي بتحصل بمسلسل هزلي. عمله الاتحاد الأفريقي عشان يسند المباراة النهائي زي ما حضراتكم شايفين. ولكن قبل ما اقول، عايز ابدا بقرار رسمي وخطوه رسميه من مجلس اداره النادي الاهلي برئاسه الكابتن محمود الخطيب عن كارثه اختيار ملعب محمد الخامس. مجلس اداره النادي الاهلي طلب رسميا من الاتحاد كره القدم خلال خطاب رسمي بيطلب فيه زي ما حضراتكم شايفين، بيطلب فيه تصعيد أزمة ملعب المباراة النهائية إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم. الأهلي طلب من الاتحاد المصري تصعيد الأزمة، وأرسل النادي الأهلي خطابا اليوم إلى الاتحاد المصري لكرة القدم يطلب فيه تصعيد أزمة ملعب المباراة النهائية لدوري الأبطال للاتحاد في الاتحاد الأفريقي لتقام الاتحاد الدولي لتقام المباراة المشار إليها. أنا بس عايز أبص الناحية التانية علشان في ملعب محايد بعيدا عن الفرق الأربعة التي تتبارى حاليا في إياب الدور قبل النهائي للبطولة. يأتي ذلك ردا على قرار كاف الذي صدر مؤخرا باختيار ملعب بعينه، ويستضيف هذا الحدث للعام الثاني على التوالي، وهو ما لم يحدث من جانب أي اتحاد قاري من قبل، لا سيما وأن القرار صدر في توقيت متأخر للغاية وبعدما تقلص عدد الفرق المتنافسة إلى 4 فرق، وبات ذات القرار يخدم ناديا بعينه والذي سوف يخوض المباراة النهائية حال تأهله على ملعبه ووسط جمهوره. هو ده اللي احنا دايما بنتكلم فيه. طبعا في الأول خطوة محترمة جدا جدا من مجلس إدارة النادي الأهلي من أجل الحفاظ على حقوق الفريق والتصدي لكل محاولات المجاملات اللي بنشوفها بقالنا فترة، بقالنا شوية. تعنت واضح الحقيقة ضد النادي الأهلي، وكأن الناس بتحاول بكل الطرق إنها تمنع النادي الأهلي من هو يتوج بالبطولة الإفريقية الثالثة. أنا حكيت لحضراتكم الموضوع قبل كده في 2007 وإيه اللي حصل فيه، كنت أتشرف بالتواجد في ذلك الوقت، فحكيت لحضراتكم حاجات أنا شفتها بعناية. أنا متأكد برضو أن لازم، أو إحنا منتظرين الحقيقة، أكبر دعم ومساندة ومؤازرة من مسؤولي اتحاد كرة القدم برئاسة الأستاذ جمال علام وأعضاء مجلس إدارته. إحنا بندور على حق النادي الأهلي، حق النادي الأهلي اللي بيمثل مصر. والكل لازم يعرف كويس جدا 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 أن الأهلي في مهمة وطنية وقومية. النادي الأهلي لا يمثل الفريق فقط، بل وأنه يمثل مصر بأكملها.
عشان كده لازم تكون مساندة النادي الأهلي في تلك الأزمة هي واجب وطني وقومي. والله العظيم يا جماعة اللي بيحصل من الكاف ده يعني ما ينفعش يتسكت عليه أبدا أبدا أبدا. وأنا بقول لكل وسائل الإعلام المصرية لازم كلنا ندافع عن الحق، لأن الساكت عن الحق شيطان أخرس. أو اللي عنده كلمة كويسة يقولها، اللي ما عندوش اقف مع فريقك. وفاكر ان الاهلي معرفش اللي فاكر ان الاهلي بيعمل حاجه غلط او بيفكر بشكل غلط، معرفش ازاي بيفكر فيها، معرفش. عموما انا هقول لحضراتكم الازمه فين، لانه الموضوع انا عايز بس اسرده من اوله. وليه؟ مش علشان الاحداث متسلسله واحكيها لكم كلها حاجات وقائع حصلت، مش بقولها كده من وحي خيالي وبحكي، لا، هقول لحضراتكم اربع نقاط. الاربع نقاط دول بيلخصوا ايه اللي حصل. رقم واحد، باي منطق او لائحه او اي حاجه في الدنيا او في العالم تمنح الكاف ترشيح المغرب لاستضافه اربع نهائيات بطولات للانديه خلال ثلاث سنوات؟ يعني خلال ثلاث سنوات الأخيرة اللي هي فيها مباراة واحدة، المغرب استضافت أربع نهائيات. اعتماد قرار إقامة النهائي من مباراة واحدة من الوقت ده من ثلاث سنين، المغرب أربع مرات. الكونفدرالية في 2020 جمعت ما بين بيراميدز ومين؟ ونهضة بركان. نهضة بركان المغربي. ده رقم واحد. وكانت مرشحة لاستضافة نهائي دوري الأبطال في نفس العام، العام اللي هو بتاع الأهلي والزمالك اللي فاز فيه القضية ممكن مجدي أفشة. أدي اتنين. ثم نظمت المغرب نهائي دوري الأبطال 2021، يعني اللي هو بتاع السنة اللي فاتت، وكان من المتوقع إيه؟ كل الناس قالت إيه؟ الأهلي والوداد. ولكن كايزر تشيفز كان بيلعب بالوداد، عمل مفاجأة وكسب الوداد، وتلعبت المباراة النهائية في المغرب. ماشي. الرابعة، السنة دي للمرة الرابعة بيدي الكاف تنظيم نهائي دوري أبطال إفريقيا للمغرب، بعد أن يعني بشكل يعني أصبح خلاص فاضل مباراة، فاضل أقل من يومين أو من ثلاثة أيام ونعرف طرفي النهائي مين. الأغلب هيكون الوداد المغربي صاحب الملعب، صاحب الملعب واللي فاز في بترو أتلتيكو في أنجولا 3-1، مهمته سهلة. نادي الأهلي أو مهمته نقول 50-50 برضو عشان ببقى بتكلم بواقعية. أيضا النادي الأهلي فاز على وفاق سطيف ومهمته 50-50 أيضا مع وفاق سطيف. ادي اربع نهائيات في ثلاث سنين وعايزين نسكت؟ طيب هكمل مع حضراتكم. رقم اتنين، لماذا تم تأجيل اختيار ملعب النهائي حتى اصبح طرفي النهائي معروفين بنسبة 99.9%؟ ليه عملت كده يا اخي؟ يعني الاتحاد الافريقي ده غريب جدا جدا. ما كنت اخترت من قبل البطولة او من قبل بلاش من قبل البطولة، لو كنت اخترت من ايام او من وقت في شهر فبراير دوري المجموعات، كان حد قال لك حاجه؟ ما كانش حد اتكلم ولا حد فتح بقه، حدش فتح بقه. لكن لماذا يذهب او لماذا انتظر الاتحاد الافريقي لكره القدم كل ده علشان يعلن القرار امبارح ولا اول امبارح؟ لماذا لم ياخذ نفس النهج بتاع الاتحاد الاوروبي؟ النهائي بيبقى متحدد قبلها بسنتين. معلش، انتوا عارفين في اسيا؟ في اسيا لو جبتوا لي اخر ثلاث سنين يا شباب يبقى كويس جدا، لان اسيا بقى ماشي، اسيا وافريقيا قريبين من بعض ونفس المستوى او نفس مستوى الكوره. قولوا لي برضو اسيا، انا متاكد ان اسيا بيختاروا قبلها بفتره برضو مهما كانت المباراه. فالحقيقه ده الموضوع الثاني اللي عايز اتكلم معاكم فيه، او دي النقطه الثانيه اللي بسردها على حضراتكم. النقطه الثالثه، تخيل حضرتك ان في اللحظات الاخيره تم اقناع اوجستين سينجور رئيس الاتحاد السنغالي بسحب طلب تنظيم بقصه
اعتقد ان هي قصه محبوكه. يعني انا حكيت لكم عليها امبارح، حتى يكون الطلب المغربي هو الطلب الوحيد الموجود على الساحه، وبالتالي لا تكون هناك اي فرصه ولا الاحتجاج ولا التصويت ولا اي شيء. ده رقم ثلاثة. رقم أربعة، طبعا كلنا عارفين اللي حصل وظبط عن رئيس الاتحاد الأفريقي السابق أحمد أحمد اللي أقيل بسبب الفساد الصارخ، مش أنا اللي بقول، ولكن المحاكم قالت هذا الكلام والصحف قالت هذا الكلام ويعني والفيفا قال هذا الكلام، لأنه أحمد أحمد كان وعد أحد الأندية بالفوز باللقب الأفريقي الذي من وجهة نظره خسره قبل كده في أسوأ واقعة إدارية في تاريخ أفريقيا. هل ده بقى وده اللي أنا قلته، هل دلوقتي الموضوع ده بيحاولوا إن هم يعملوه؟ ما أقدرش أقول غير كده، لأن كل الشواهد بتوديني لهذا الاتجاه. هو ليه حضرتك مستني كل ده عشان تعلن امبارح ولا اول امبارح؟ هو ليه انت النهارده بعت جواب للمغرب وقلت لهم ان انتوا انا عايز اطلع المغرب بالمناسبه، والمغرب والوداد بره القصه، لانه اخواتنا واصدقائنا وهيظلوا اخواتنا واصدقائنا، ما لناش علاقه، ولكن انا ببحث عن حقي وحق جمهور الاهلي اللي هو جمهور الاهلي من الكاف. ليه تعملوا كده على فكره؟ ما انا ممكن مثلا، يعني خلينا نقول قصه صغيره، لو المباراه دي هتتلعب في السنغال مثلا السنغال بعد القصه دي كلها، ويقرر الاتحاد الافريقي لكره القدم ان يتم نقل المباراه من المغرب للسنغال مثلا، هو مش ممكن الاهلي يتغلب من اي فرقه هيلعبها لو وصل النهائي؟ هو مش ممكن الاهلي ما يوصلش النهائي اساسا؟ ما هو هي دي كوره على فكره، ممكن يحصل اي حاجه، ما حدش عارف ايه اللي ممكن يحصل. كره القدم فيها كل شيء، وسمعتوا كابتن خطيب قال ايه، وسمعتوا لعيبه النادي الاهلي امبارح اللي كانوا معانا ضيوف قالوا ايه، وسمعتوا الحاجات دي كلها. لكن الساكت عن الحق شيطان اخرس، ومليونيات جمهور الاهلي من اول امبارح للنهارده بتعمل ملحمه كبيره جدا جدا جدا، الحقيقه بتقول للعالم كله بص ايه اللي بيحصل هناك، سبوت لايت كده، او بيجيبوا ضوء على اللي بيحصل هناك. فخدوا بالكم هنفضل دايما ورا هذه القضية، هنفضل ورا هذه القضية. طيب مهم جدا اللي أنا أقول لحضراتكم حاجة تانية، ولكن خلينا نطلع فاصل بس الأول، وبعد الفاصل هرجع أتكلم مع حضراتكم، لأنه في أخبار هقول لكم عليها، ولكن بعد هذا الفاصل. وانتظرونا بس، لأن أنا عايز اقول لحضراتكم ان هناك بعض التسريبات اللي جايه لنا من بعض الدول في شمال افريقيا بتتكلم، وكاف بتتكلم عن من سيكون حكم المباراه من دلوقتي. خلينا نطلع فاصل، وبعد الفاصل ارجع اتكلم مع حضراتكم عن هذه التسريبات. طيب في خبر مهم جدا عايز اقوله لحضراتكم حالا، لانه خبر هيوري حضراتكم ايه اللي بيحصل خلال هذه الفتره، سواء من الاتحاد الافريقي او من اتحادات اخرى. الاهلي بيطلب من اتحاد كره القدم المصري مخاطبه كاف لتنظيم نهائي دوري الابطال استنادا الى انسحاب السنغال. يعني ايه؟ هقول لحضراتكم حالا. طلب النادي الأهلي من الاتحاد المصري لكرة القدم التقدم وبشكل عاجل بطلب للاتحاد الإفريقي لاستضافة المباراة النهائية لدوري الأبطال استنادا إلى انسحاب السنغال من سباق التنظيم، وهو ما كان يجب الإعلان عنه منذ فترة، عملا بمبدأ الشفافية حتى يتقدم آخرون بدلا منها، لكن لم يحدث حتى جاء قرار كاف بإسناد تنظيم المباراة لملعب بعينه بوصفه العرض الوحيد، ويصبح للعام الثاني على التوالي يستضيف هذا الملعب ذات الحدث،
وهو ما يخالف العدالة وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين الأندية الأربعة التي تتنافس في الدور قبل النهائي للبطولة. إذا بات نادي بعينه هو المستفيد دون غيره من قرار الاتحاد الإفريقي ويلعب النهائي حال تأهله على ملعبه ووسط جماهيره، وذلك يتنافى مع قواعد اللعب النظيف. تأتي هذه المطالبة للاتحاد المصري من جانب النادي الأهلي، وهو الذي لم يتم، خدوا بال حضراتكم كويس جدا 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 من الفقرة اللي جاية، أنا هشرح لحضراتكم، ولكن الفقرة اللي جاية دي فقرة مهمة جدا. النادي الأهلي وهو الذي لم يتم التواصل معه ولا الحديث مع مسؤوليه من أي جهة في هذا الشأن عند تقديم الاتحادات الأهلية المنوط بذلك لطلبات الاستضافة للمباراة النهائية للدوري رابطة الأبطال. وفي ذات الخطاب جدد النادي الأهلي طلبه السابق بسرعة موافاة النادي بنسخة مصورة من كافة المكاتبات الصادرة والواردة من وإلى الاتحاد المصري من الاتحاد الإفريقي بخصوص تنظيم المباراة المشار إليها. وشدد الأهلي على ضرورة مساندته في هذا الأمر وإمداده بكافة المستندات بما فيها الخطابات التي أرسلها اتحاد كرة القدم، وطلب فيها إقامة المباراة النهائية على ملعب محايد، وكذلك الخطابات التي تلقاها الاتحاد من كاف عند إعلانه عند بدء تقديم الاتحادات الأهلية لتنظيم نهائي دوري الأبطال وشروط التقدم، وذلك للاستعانة بكل هذه المستندات في الشكوى التي سوف يتقدم بها النادي الأهلي إلى المحكمة الرياضية الدولية خلال الساعات القليلة القادمة. يعني إيه؟ هنا النادي الأهلي بيستند على شيء مهم جدا جدا جدا. حضرتك بتكلمني قوانين ولوائح؟ حاضر. هو مش كان من المفترض عندما تنسحب السنغال بما انها مقدمه لطلب لعب المباراه النهائيه على اراضيها او استضافه المباراه النهائيه لدوري الابطال على اراضيها او على ملاعبها، عندما تنسحب السنغال المفروض ايه اللي يحصل؟ المفروض انا كالاتحاد الافريقي اعمل ايه؟ افتح الباب تاني، مش هقول ان المغرب هي اللي تاخد، خصوصا ان المغرب هي اللي منظمه السنه اللي فاتت. ايه الكلام الغريب ده يا جماعه؟ هو ايه اللي بيحصل ده؟ طب هي اللائحه بتقول ايه اصلا؟ ده ما حدش بعت حتى للاتحاد المصري لكرة القدم قال له هذا الكلام في وجود دولة نظمت قبل كده. يعني أنا كراجل شايف، أنا اتحاد أفريقيا هو شايف إن ما فيش غير دولة واحدة والدولة التانية انسحبت، طب ما أنا أفتح الباب تاني وأقول يا جماعة اللي عايز يقدم يقدم في خلال 48 ساعة. ما حصلش، هذا لم يحدث، وبالتالي النادي الأهلي بيطالب اتحاد كرة القدم ان هو يبعت جواب يقول فيه هذا الكلام، وان يجب على الاتحاد الافريقي ان هو يفتح باب التنظيم مرة اخرى، وهنا النادي الاهلي هيتقدم رسميا بهذا الامر. طب يا عم انت ما عملتش كده ليه يا عم الفالح انت وهو من الاول؟ البعض بقى من بعض من لا يشجع النادي الاهلي هيقول الكلام ده. طب ما عملتوش ليه كده يا عم؟ فين مجلس ادارة الاهلي؟ وفين القانونيين في الاهلي والاهلي الكبير والبتاع؟ ما عملتوش كده ليه من الاول؟ عارف ليه حضرتك احنا ما عملناش كده من الاول؟ لان انا كنادي اهلي ما ينفعش اعمل كده. دي المفاجاه الكبيره بقى اللي لازم حضراتكم تبقوا عارفينها. امال مين يا اسلام اللي بيعمل الكلام ده؟ اللي بيعمل الكلام ده اتحاد الكوره، الاتحاد المحلي في كل دوله. الاتحاد المحلي في كل دوله هو اللي بيبعت لاستضافه نهائي دوري الأبطال أو نهائي الكونفدرالية من غير ما يبقى عارف النادي الأهلي ولا نادي الزمالك ولا نادي البيراميدز ولا النادي المصري عارفين حاجة. فاللي بيبعت مين حضرتك؟ الاتحاد الأهلي، الاتحاد المصري لكرة القدم كان من المفترض عليه إن هو يبعت ويقول أنا عايز استضيف المباراة النهائية سواء للكونفدرالية أو لدوري الأبطال، مش النادي الأهلي. مش النادي الأهلي اللي بيعمل كده. وبناء عليه ك
كان هناك اتصال ما بين رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي كابتن محمود الخطيب ورئيس مجلس إدارة اتحاد كرة القدم الأستاذ جمال علام، اللي الأستاذ وهم بيتكلموا مع بعض كابتن خطيب والأستاذ جمال علام، ده واضح في البيان، وهم بيتكلموا مع بعض الأستاذ جمال علام قال له أنا في شهر إبريل بعت جواب عشان أستضيف مباريات دوري نهائي دوري الأبطال، وألحقت الجواب ده بجواب تاني علشان نعزز الجواب الأول إن إحنا عايزين نستضيف. فكابتن خطيب قال له طب تمام، ابعت لي بقى الصادر والوارد، ما هو أي جواب بيجي لاتحاد كرة القدم أو أي جواب بيخرج من اتحاد كرة القدم المصري بيبقى في حاجة اسمها صادر ووارد. فكابتن خطيب قال له صور الحاجات دي لو سمحت علشان أستعين بيها في المحكمة الدولية. فهمتوا حضراتكم ليه النادي الأهلي ملوش يد في كل اللي بيحصل ده؟ ماليش دعوة، أنا ما ينفعش أبعت أساساً. نادي الأهلي دلوقتي مثلاً هو اللي في الموضوع صح؟ بيبعت لاتحاد الكرة، واتحاد الكرة أو الاتحاد أي نادي في العالم، ده بيحصل في العالم كله مش في مصر بس، أي نادي في العالم بيبعت للاتحاد المحلي، والاتحاد المحلي بيبعت للاتحاد القاري علشان أي حاجة. فالنادي الأهلي ما يعرفش حاجة، النادي الأهلي ولا لا يعلم شيء عن الموضوع ده تماماً، عشان الفلاسفه بس اللي طالعين يقول لك ما انتوا كنتوا لازم تعملوا وكنتوا لازم تطلبوا وكنت لا يا عم انت فاهم حاجه ولا عارف. والله العظيم ثلاثه كل واحد طالع يدلو بدوله وبيصطاد في الماء العكر وخلاص، انت عايز تسخن جمهور الاهلي على مجلس باي طريقه وما تعرفش حاجه. اللي طالع والله ما عارف حاجه، كلف نفسك بس وابحث عن اللي بيحصل. على فكرة الموضوع مش أهلي ولا زمالك ولا إسماعيلي ولا مصر، لا خالص، الموضوع أكبر من كده بكتير. موضوع إن اتحاد كرة القدم أو الاتحاد المحلي في أي دولة هو اللي بيبعت أي حاجة فيما يخص الاتحاد الأفريقي، وبالتالي النادي الأهلي طلب حالا دلوقتي الجواب اللي أنا قلته لحضراتكم، طلب تنظيم من خلال اتحاد كرة القدم إن اتحاد كرة القدم يبعت جواب سريع جدا بكرة الصبح أو دلوقتي يقول للاتحاد الأفريقي إحنا عايزين ننظم نهائي دوري الأبطال. احنا ما نظمناهوش قبل كده، مش احنا اللي نظمنا خلال الأربع سنين اللي فاتوا أو الثلاث سنين اللي فاتوا. المغرب نظمت من الثلاث سنين اللي فاتوا أربع مرات، منهم مرة كان من المفترض أن يتم التنظيم فيها في المغرب، ولكن المباراة النهائية كانت أهلي وزمالك وبالتالي اتلعبت في القاهرة. فالنادي الأهلي بيطالب اتحاد كرة القدم ان هو يبعت للاتحاد الافريقي يقول له انا عايز انظم المباراة النهائية في دوري الابطال على وجه السرعة، لان السنغال انسحبت وبالتالي كان يجب على الاتحاد الافريقي لكرة القدم ان يفتح الباب مجددا. ولكن اتحاد كرة القدم الاتحاد الافريقي لكرة القدم اكفي على الخبر مجور ودي المغرب وخلص والموضوع خلص ويلا. وده اللي يأكد اللي انا قلته في بداية كلامي، انا ما كنتش اعرف ان البيان ده هيطلع، لكن الكلام اللي انا قلته هو ده الكلام الطبيعي اللي المفروض يحصل، هو ده اللي بيأكد ضعف موقف الكاف في كل اللي بيحصل. والنادي الاهلي ومجلس ادارته كده انا اقدر اتكلم عن مجلس ادارة النادي الاهلي ان هو لن يسكت عن حق لجمهور الاهلي مهما حدث مهما حصل. والحقيقة جمهور الاهلي زي ما قلت لكم ملحمة امبارح مليونيه على تويتر، واول امبارح مليونيه على تويتر، واول اول يعني الاهلي جمهور الاهلي بيحارب في منطقه على السوشيال ميديا، ومجلس الاداره بيحارب في المنطقه اللي تخصه الرسميه بالمخاطبات وبالناحيه القانونيه وبكل شيء. هو ده اللي احنا عايزينه. انا عارف ان قناه الاهلي واقفه في هذا الموضوع لوحدها، انا عارف هذا الامر، وبتبعت لي يعني الناس كلها عماله تبعت لي تقول لي يا كابتن اسامه يعني ما فيش حد غير قناه الاهلي بس اللي بيتكلم، انا مش فارق معايا حد. انا كنت اتمنى ان الاعلام في مصر كله يقف مع النادي الاهلي، كان هيبقى موقف تاريخي، وجهه نظري كان هيبقى موقف تاريخي، خصوصا ان هذا المطلب هو مطلب عادل والنادي الاهلي مظلوم فيه جدا جدا جدا. ولكن انا مش فارق معايا، انا يكفيني جمهور النادي، انا اسلام الشاطر يكفيني جمهور النادي الاهلي واللي بيعمله جمهور النادي الاهلي، ويكفيني ان انا عندي مجلس اداره
عارف هو عايز ايه وبيعمل ايه وبيبحث عن حقه، ومجلس اداره قوي جدا. والحمد لله والشكر لله ان قناه الاهلي تفضل واقفه لوحدها في وسط هذا الزخم الكبير جدا. فمش لوحدنا طبعا، ولكن بالملايين جمهور النادي الاهلي على في السوشيال ميديا بالملايين زي ما حضراتكم شايفين. انا بس حبيت ان انا اقول لحضراتكم ايه اللي حصل في هذا الامر. الجزائر جاهزين يا شباب؟ نعم. طيب حاولوا تجيبوا لنا شباب من الجزائر نطمن على الفريق، لانه مهم جدا، لان احنا لسه يا جماعه خلي بال حضرات، خلي بال حضراتكم، مجلس الاداره بيحارب في الجهه بتاعته، جمهور النادي الاهلي بيحارب في الجهه بتاعته، الجهاز الفني واللعيبه ما لهمش دعوه بالكلام ده خالص، زي ما حضراتكم هتشوفوا معزولين تماما عن كل اللي بيحصل ده. ده شغلي وشغل مجلس الاداره وشغل الاستاذ جمال جبر وشغل بقيه الناس اللي موجوده، مش شغل حد. اللعيبه والجهاز الفني ما لهمش علاقه باللي بيحصل ده كله، خلي بال حضرتك، مهم تبقى عارف جدا الموضوع ده. جمهور الاهلي ده في حته تانية. كريم جاهز؟ طيب خلينا نروح لزميلنا كريم احمد من ملعب تدريب للنادي الاهلي، طمنا بقى على الكلام اللي انا بقوله ده، هل هو صحيح ولا مش صحيح؟ هل اللعيبه مركزه في اللي بيحصل ده كله ولا مركزه في مباراه يوم السبت القادم؟ خلينا نطلع نشوف زميلنا كريم احمد. اتفضل يا كريم. برحب بيك طبعا في البدايه، كل التحيه ليك كابتننا كابتن اسلام الشاطر، والتحيه والشكر ايضا موصولين لجمهورنا جمهور النادي الاهلي. يعني نقدر نقول اللي بدات بقى الاستعدادات الفنيه لبيتسو موسيماني ولاعبي النادي الاهلي للخطوه المنتظره والمرتقبه ان شاء الله في مباراه وفاق ستيف باذن الله. ان شاء الله تكون المباراه من نصيب النادي الاهلي. عايز اطمنك كابتن اسلام كالعاده، ونطمن جمهورنا العظيم من خلال شاشه قناه النادي الاهلي على التدريب، الجرعه التدريبيه النهارده كانت ايه، الحاله المعنويه، حاله تركيز اللاعبين للنادي الاهلي، ودي اللي واضحه بشكل كبير جدا من اول ساعه كنا متواجدين فيها وانا في الجزائر. واضح التركيز الكبير وواضح الجديه. تدريب النهارده الاول على الملعب الفرعي لاستاد جويليه اللي هيستقبل المباراه يوم السبت ان شاء الله باذن الله. لكن عايز اقول لك كابتن اسلام، ارضيه الملعب مش جيده، ويمكن كان في تعليق بسيط كده من الكابتن سيد عبد الحفيظ، لان المعامله بالمثل ده امر مهم جدا. احنا استقبلنا طبعا اشقائنا في وفاق ستيف في ملعب النادي الاهلي بمدينه نصر، ملعب مميز جدا، واشادوا الحقيقه بيه بارضيه الملعب وبالايضا كمان كل الترتيبات اللي كانت خاصه بتدريب وفاق ستيف. فيمكن النهارده يكون تدريب على هذا الملعب، لكن بعد التنسيق الخاص طبعا ومشاركه معالي الوزير طبعا رئيس بعثه النادي الاهلي عمرو فاروق طبعا على هذه الامر، بجانب كابتن سيد عبد الحفيظ، بجانب كل الطاقم طبعا للنادي الاهلي، ان يتم تغيير هذا الملعب لملعب يكون جيد لفريق النادي الاهلي، يساعد على الجمل التكتيكيه، يساعد على الجري، لان في حرص كبير جدا في هذا الملعب، في عالي وواطي كده بلغه الكوره. فيمكن بيتسو موسيماني اكد على اللاعبين ما فيش تدخلات، يحاول ان احنا يعني يكون في يعني ما بقاش في مجهود كبير جدا في هذا الامر، لان احنا مش عايزين نفقد اي لعيب، الارضيه مش جيده كابتن اسلام. لكن ان شاء الله تنتهي الجرعه التدريبيه اليوم، الجديه موجوده جدا مع لاعبي النادي الاهلي. بيتسو موسيماني الحقيقه مع اللاعبين بدا التدريب بمحاضره فنيه كالعاده، اكد على هذا الامر ومنها مباشره للتكتيك. يعني في هذه اللحظات اللي انا بكلمك فيها كابتن اسلام، تدريب النادي الاهلي شغال، بيتسو موسيماني بيحفظ اللاعبين بعض الجمل التكتيكيه، بيشوف التكتيك هيبقى ايه، طريقه اللعب هتتغير، كل الامور دي ان شاء الله وتكون مفاجاه باذن الله ان شاء الله في مباراه وفاق ستيف، يا رب ان شاء الله تكون من نصيب النادي الاهلي. الاصابات والغيابات يعني بناكد على هذا الامر، الكل جاهز، يعني مش عايزين نقول لعيب هيغيب او مش لعيب هيغيب، لان احنا لسه عندنا عدد من الايام حتى موعد المباراة، لكن باكد لك على جاهزية الكل ان شاء الله في هذه المباراة، كل اللاعبين عندها جدية كبيرة ومركزة بشكل كبير، فان شاء الله باذن الله كل الظروف دي تكون معانا كابتن اسلام في مباراة السبت. يعني الان التمرين بينتهي ولا خلص ولا ايه؟ احكي لنا يعني الدنيا ماشية ازاي؟ يعني الصور اللي احنا شايفينها دي هل هي صور مباشرة ولا كانت منذ قليل؟ تدريب النادي الاهلي اقدر اقول لك 5 دقائق بالظبط يا كابتن اسلام وينتهي التدريب بالكامل، يعني هي في المرحله الاخيره، مرحله الفينش التكتيك، منتظرين بيتسو موسيماني كمان في نهايه المران، هنشوف هل هيلاعب لعيبه النادي الاهلي على ضربات الجزاء، في الفاولات اللي من خارج ال 18، الامور اللي احنا معتادين عليها في التدريبات قبل المباراه الافريقيه. لكن خلاص اقدر اقول لك من 5 ل7 دقائق على ان ينتهي التدريب مباشره. الملعب قريب شويه، فيمكن ما استغرقناش اكتر من 17 دقيقه حتى الوصول، والجرعه التدريبيه بدات مباشره عقب الوصول. لكن الامر اللي انا باكد لك عليه،
الملعب قال التدريب مش جيد بنسبه كبيره جدا، فيمكن الحرص موجود، الجرعه التدريبيه بسيطه، كلها حاجات ما فيهاش ترنات، ما فيهاش تدخلات، ما فيهاش تاكلينج، ما فيهاش كل الامور دي، لكن ان شاء الله باذن الله منتظرين الملعب الغد يكون جيد عشان النادي الاهلي يستفيد منه بشكل كبير جدا، والجرعه التدريبيه يقدر البيتسو موسيماني يوصل الفكر ويوصل التكتيك ويوصل خطه اللعب للاعبين، وايضا كمان اللاعبين تكون في اجاده جدا في التدريب في تدريب الغد ان شاء الله. الحقيقه وانا بتفرج كده كريم شايف ان اللعيبه كلها يعني حاله من التركيز الشديد مع الانبساط. بالتاكيد مع الحرص كمان يا كابتن اسلام، يعني حاله تركيز كبيره جدا، لازم يكون في فن، انت كنت نجم نجوم النادي الاهلي يا كابتن اسلام وعارف لازم يكون في كسر كده من اللعيبه، تلاقي كابتن حسام يقول كلمه، كابتن وليد سليمان بيحاولوا يطلعوا طبعا اللعيبه من التركيز الكبير، لان التركيز كبير جدا، يعني اللي يشوف لعيبه النادي الاهلي ما يقولش ان لعيبه النادي الاهلي كسبان اربعه ابدا، لا، يقول ان لعيبه النادي الاهلي عارفه الاهميه وعارفه المتغيرات الكثيره جدا في كره القدم، لعيبه وفاق سطيف عندهم رغبه وعندهم حماس وعندهم جمهور وعندهم طموح اكيد بالتاكيد، فان شاء الله نحسم كل الامور دي بشخصيتنا الكبيره وشخصيه لعيبه النادي الاهلي والوعي اللي احنا بناكد عليه في كل مره، لعيبه النادي الاهلي في قامات كبيره جدا عارفه الاهميه، نعم. عايز اقول لك كابتن اسلام فندق الاقامه بعد وجبه الفطار اجتماع، بعد وجبه الغداء اللعيبه بتجتمع، بعد وجبه العشاء اللعيبه بتجتمع، واضح التركيز الكبير وواضح الدور الاكبر لكل اللعيبه الكبار في النادي الاهلي، يا رب كل المجهودات دي تكلل بالنجاح ان شاء الله يا كابتن اسلام. البعض بيحاول ان يقلل من اهميه هذه المباراه او يحاول ان هو يقلل من فريق وفاق سطيف، طبعا بعض من لا يشجع الاهلي هو اللي بيعمل هذا الامر، ولكن اعتقد ان لعيبه النادي الاهلي مركزين جدا، يعني اللي انا شايفه كده وشوش لا مركزه جدا، ان عندنا مباراه صعبه جدا 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 مع جمهور بيحترم فريقه وبيحترم النادي الاهلي ولكن بيحب فريقه جدا جدا جدا. بالتاكيد يا كابتن اسلام اتفق معاك بليون في الميه، النادي الاهلي بيحترم وفاق سطيف بشكل كبير جدا، وده اللي واضح وده اللي احنا لامسينه الحقيقه، ما بنقول تركيزه بنقول جديه مش كلام فقط، لان احنا شايفين الكلام ده في فندق الاقامه وفي ارض الملعب في فصل كبير جدا من المباراه الاولى ومن المباراه الثانيه، فده اللي بناكد عليه، الامر مهم جدا ان احنا ننسى المباراه بكل ما فيها بجمهورنا ومساندته الكبيره، لان انت هتشوف مسانده كبيره جدا من الجمهور برغم النتيجه فرقتهم، ولازم يكونوا معاها، يمكن احنا اتكلمنا كابتن اسلام امس وقلنا ان هم كسبوا فريق 7-0، الفريق مش قوي او كده، لكن عندهم معنويات وعندهم تركيز، لكن تركيزنا يكون اقوى ان شاء الله ومعنوياتنا تكون اكبر ان شاء الله في هذه المباراه، ويا رب القادم يكون افضل للنادي الاهلي، ويوم السبت 90 دقيقه من نار رجاله تكون في الملعب ان شاء الله، ونقدر ان احنا نحجز بطاقه التاهل للمباراه النهائيه، ويا رب ال11 تكون اهلاويه ان شاء الله يا كابتن اسلام. يا رب ان شاء الله. النهارده ايه اللي هيحصل بعد نهايه التدريب، وبكره ايه اللي هيحصل يا كريم؟ يعني خلاص اقدر اقول لك مباشره عقب الانتهاء المران هتوجه اللاعبين الى فندق الاقامه، منها لوجبه العشاء، منها الى الغرف، وغدا ان شاء الله يكون اليوم الاعتيادي المعتاد، 10 صباحا فطار، 2 ظهرا هيكون وجبه غداء، 5 هيكون وجبه سناكس بسيطه لعيبه النادي الاهلي، 7:15 هيكون المحاضره الفنيه الاخيره وتحرك مباشره الى الملعب، لكن لسه حتى الان لم يتم حسم اسم من الملعب، لكن في خلال اللحظات القادمه ان شاء الله باذن الله بالتنسيق مع الكابتن سيد عبد الحفيظ نعرف اسم الملعب وقربه من فندق الاقامه، ان شاء الله باذن الله يكون يوم طيب لفريق النادي الاهلي اليوم وغدا وبعد غد ويوم السبت ان شاء الله، يكون كل التوفيق مع فريق النادي الاهلي. يا رب كل التوفيق للنادي الاهلي. انا شايف الصوره الموسيماني بيتمشى لوحده كده، بيفكر في حاجه ولا ايه؟ هو بيتفقد ارضيه الملعب على طول، بيحاول ان هو يكون يعني لوحده كده، يعني بيحاول ان هو يكون ليه كده تركيز كبير لوحده قبل التدريبات بشكل كبير، يا رب يكون موفق في اختيار التشكيل وفي التكتيك وفي فكره ان شاء الله. يكون التوفيق مع الكل يا كابتن اسلام في هذه المباراه. يا رب. انا بشكرك شكرا جزيلا زميلنا كريم احمد من الجزائر، زي ما حضراتكم شايفين بنحاول نجيب لحضراتكم كل ما يحدث مع بعثه النادي الاهلي، وزي ما حضراتكم شايفين دقائق قليله وينتهي التمرين النهارده، واللعيبه بقى على الفندق على الاوتيل، وبعد كده عشاء ونوم على طول. هذه هي حياه لعيبه كره القدم في النادي الاهلي. ايه رايكم بكاري جسام؟ ايه راي حضراتكم في بكاري جسامه؟ ده انا بسال سؤال لجمهور الاهلي. ايه رايكم؟ بتحبوه؟ لما بتسمعوا اسم بكاري جسامه ايه رايك ان هو هيحكم مباراه للاهلي، بتفكروا في ايه؟ هو احنا ليه دايما بنقلق؟ هي ليه الاهلاويه كلهم بيقلقوا لما بيلاقوا اسم بكاري جسام؟ طيب تخيل حضرتك، مكمل بقى، ما هي المؤامره يجب ان تكون متكامله الاركان،
انا من الناس اللي ما بحبش حاجه اسمها نظريه المؤامره، والله بجد ما بحبهاش. بقعد اقول يا جماعه، لكن انا بس السؤال بالنسبه لي، هي كل الشواهد اللي انا بقولها دي، ولا ان تسريبات النهارده طالعه في الجزائر وفي المغرب وفي تونس ومن ناس من الكاف، ان الحكم الدولي الكبير كابتن بكاري جسامه هو اللي هيحكم هذه المباراه، احنا كاهلاويه نقول ايه؟ هو الراجل ده الحكم الدولي ده عنده سوابق عديده جدا، سواء مع الانديه المصريه، مش الاهلي بس، الانديه المصريه كلها او المنتخب المصري كمان. هو انت ليه بتحط ضغوط اكبر على النادي الاهلي؟ لو النادي الاهلي صعد للمباراه النهائيه، احنا لسه عندنا مباراه يوم السبت، انت ليه بتعملوا كده؟ كل ده ليه؟ انا في 2007 لما قالوا لي اصل الكاف والناس في افريقيا مش هيخلوكم تاخدوا البطوله الثالثه، كنت لسه بلعب. فقلت لهم يا جماعه ما فيش حاجه اسمها كده، احنا كويسين هنكسب وهناخد البطوله وبتاع، لكن هي مش مساله انتوا كويسين ولا وحشين، هي مساله ان انت تيجي ترقص وواحد يخبطك، المفروض ان هي ركله جزاء زي بركات في 2007، تلاقي ان الموضوع اتعكس بقى، فاول على بركات والانذار الثاني بركات ما لعبش، فقدت 40-50% من قوتك، قوه الاهلي في ذلك الوقت، عشان اديت لبركات الانذار الثاني. ركله جزاء للنادي الاهلي، نبقى كسبانين 1-0 وكانت في اول ربع ساعه او في اول ثلث ساعه الشوط الاول، وكنت انا اللي عاملها البركات كمان. انا فاكر الموضوع ده كويس، انه انا يعني بيطلع من يعني كان انا ضاع مني بطوله ثالثه، ضاع مني بطوله ثالثه بسبب حكم، بسبب كابتن عبد الرحيم العرجون في القاهره هنا، 3 ضربات جزاء، 2 شديد قناوي، عملوا لشديد قناوي كده، يعني جابوا شديد قناوي من فوق قاموا موقعينه تحت. انا ما كنا موجودين يا جماعه بنشوف بعينينا. والناحيه الثانيه واحده لابو تريكه، قول ابو التلاته ابو تريكه دي يعني، لكن 2 لشديد قناوي. فاكرين ايد انرامو لما الكره اتلعبت بالعرض ونازله قام حاططها بايده عاملها كده بايديه والحكم قال لك العب جون؟ لمبتي الحكم دولي والمفروض ان هو اتوقف بعديه. عموما انا هنتظر لغايه يوم الاحد، لغايه لما نشوف ايه اللي هيحصل، النادي الاهلي هيصل للمباراه النهائيه ولا ان شاء الله ربنا يكرمنا ونقدر نصل الى المباراه النهائيه في ظل هذه الظروف الصعبه جدا وفي ظل هذه الاجواء الصعبه جدا والضغوط الكبيره جدا. ولكن طول ما جمهور الاهلي موجود وطول ما عندنا مجلس اداره حاطط ايده في ايد جمهوره في ايد اعلامه في ايد في ايدنا في ايدين بعض كلنا كجمهور وكمجلس اداره وكاعلام، ها زي ما حضرتك شايف ان شاء الله صوتنا هيوصل للعالم كله، للعالم كله، حتى لو كسبنا هذه البطوله من المغرب، وان شاء الله ربنا يكرمنا بس الاول ونصعد وبعد كده نشوف الكلام ده هنتكلم فيه ازاي، لكن ان شاء الله ربنا يكرمنا، لان كل اللي بيحصل ده هي ضغوط كبيره جدا على كل اللاعبين. وزي ما حضراتكم عارفين بقى ايه اللي هيحصل الفتره اللي جايه في حاله صعود النادي الاهلي وفي حاله صعود الوداد المغربي وفي حاله ان المباراه هتتلعب على مركب محمد الخامس. وخليني اقول لحضراتكم حاجه مهمه برضو في ضمن الحاجات اللي الواحد عمال يقولها، بنسبه كبيره جدا ارتباك بيحصل في الكاف، هو حط المباريات، المباراه نهائي دوري ابطال افريقيا يوم 30. طيب حضرتك عارف ان يوم 30 بدايه الاجنده الدوليه في العالم كله، في العالم كله، مش في افريقيا فقط، ففي اتجاه كبير ان هي ترجع تبقى يوم 29/5 المباراه، وطبعا لان مباراه مصر يوم 2 ولا يوم 3. حاجات غريبه جدا الواحد بيشوفها، وهنخش بقى في قصه اللعيبه الدوليه دي لما بس ان شاء الله يوم السبت ربنا يكرمنا ونكسب المباراه لو لينا نصيب، ساعتها هنتكلم في حاجات وامور اخرى كثيره في هذا الامر. عايز بس الأول، أنا عندي لقاءين مهمين جدا هاخدهم مع ضيوفي
الكبار، النجم الكبير الكابتن اسامه عرابي والناقدنا الرياضي الكبير استاذ عصام شلتوت. هنتكلم في اللي بيحصل ده يا جماعه. والله العظيم لو حد قال لي ان اللي بيحصل ده طبيعي انا هسكت ومش هتكلم في الموضوع ده تاني، مش هتكلم في الموضوع ده تاني. لكن اللي بيحصل ده، هل حضرتك، بلاش انت كاهلاوي، انت كمصري، اي حد ما بيشجعش الاهلي بس معتدل يعني، هل حضرتك شايف ان اللي بيحصل ده طبيعي ولا مش طبيعي؟ منطقي ولا مش منطقي؟ هو ليه النادي الاهلي بعت جواب دلوقتي حالا زي ما قلت لحضرتك، بعت جواب دلوقتي وقال للاتحاد الكره لو سمحت ابعت للاتحاد الافريقي وقول له انا عايز انظم المباراه. طب يا عم انت بتستند على ايه؟ بستند على ان السنغال انسحبت ده البيان اللي نزله الاتحاد الافريقي هو اللي قال الكلام ده. بستند ان السنغال انسحبت وبالتالي انا عايز بعد ما السنغال تنسحب كان يجب على الاتحاد الافريقي لكره القدم ان هو يفتح باب التقدم مره اخرى لاستضافه المباراه النهائيه، ولكن هذا لم يحدث. كل المعطيات تؤدي الى شيء واحد فقط، وهو توجيه البطوله الى نادي بعينه. محدش هيسكت عن هذا الامر، وهنفضل نتكلم وهنفضل يحصل وهنفضل نقول وهنفضل نعيد ان اللي بيحصل ده ما يصحش في قاره كبيره زي القاره الافريقيه. خلونا نطلع فاصل، وبعد هذا الفاصل هستقبل نجومنا الكبار كابتن اسامه عرابي وكابتن استاذ عصام شلتوت. زي ما قلت لحضراتكم هنتكلم في كل هذه الامور اللي بتحصل، وهل اللي بيحصل ده منطقي؟ هل اللي بيحصل ده طبيعي؟ بعد الفاصل كابتن اسامه عرابي استاذ عصام شلتوت. اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. خليني ارحب بضيوفي ونجومنا الكبار، النجم الكبير كابتن اسامه عرابي. ازيك كابتن اسامه؟ اهلا وسهلا بك. اخبار حضرتك ايه؟ كله تمام. كله تمام. ايضا استاذنا ونقدنا الرياضي الكبير الاستاذ عصام شلتوت. ازيك يا استاذ عصام؟ ازيك كابتن اسامه؟ ازي حضرتك؟ الله يكرمك. سعداء بوجودك معانا. ربنا يخلي حضرتك القناه وجمهورها والاستاف، انتم منورين دايما. ربنا يخليك يا كابتن. لكن خليني بس اقول لحضراتكم ان يد الاهلي النهارده بيهزم دون بوسكو الإيفواري 36-17 في ثاني مواجهات بطولة إفريقيا. أيضا النادي الأهلي لكرة الطائرة رجال بيهزم فاب الكاميروني 3-0 في البطولة الأفريقية للطائرة. إن شاء الله بكرة، إن شاء الله بكرة هنعلن على حضراتكم إن شاء الله خبر جيد بخصوص هذا الأمر. النهاردة برضو كان سموحة بيهزم الاتحاد السكندري بخماسية في الدوري العام المصري، والنادي المصري يتعادل مع غزل المحلة بهدف لكل فريق، ده في الدوري العام المصري. أعتقد بيراميدز كان بيلعب من شوية مع نادي المنقصة وفاز بهدفين مقابل لا شيء. بيراميدز عنده 38 نقطة وعنده مباراة مؤجلة مع نادي فيوتشر. كابتن اسامه، ايه رايك في اللي احنا فيه فيما يخص المباراه النهائيه؟ طبعا علامه استفهام كبيره. طبعا ان شاء الله ربنا يكرمنا بعد يوم السبت يعني. لا، علامه استفهام كبيره جدا. انا كنت شايفك مع احد، شفت فيديو كنت انت موجود مع حد من اخواتنا في المغاربه اعتقد، وكان برضه بيتكلم يعني. انا الحقيقه لفت نظري ان وجهه النظر ان هم عايزين يودوا الموضوع للديمقراطيه، حقهم طبعا وكل حاجه، ولكن في النهايه يعني كيف يمكن ان تدافع عن باطل؟ وجهه نظرنا يعني. ايوه. لا احنا اولا وانا يمكن سمعتك برضو في حوارك او في كلامك قبل ما احنا نخش، احنا ما بنتكلمش على المغرب خالص ولا على فرقه الوداد خالص. حقهم، وهم طلبوا استضافه النهائي ومن حقهم يدوروا على حقوقهم. فما فيش اي يعني مشكله بالنسبه لنا احنا مع الوداد ولا جمهور المغرب طبعا. احنا بنحبهم ونحترمهم يعني، لكن انت كنادي اهلي بتدور على حقوقك لانك انت عندك ملايين بيتابعوك وبيشجعوك ونفسهم يحصلوا ان شاء الله على البطوله الثالثه على التوالي، وطموح كبير جدا طبعا. فهي علامه الاستفهام الكبيره عند الاتحاد الافريقي يعني. اولا انت ما حددتش الملعب من بدايه البطوله، وده موجود
وشايفينه في البطولات الاوروبيه وفي العالم كله في اسيا وفي اسيا طبيعي انت انت واتعمل مره وقلنا يا الكاف بدا يبقى كويس اهو مظبوط فهي دي اول علامه استفهام ازاي البطوله تتلعب وتوصل انت للمرحله قبل الاخيره وكمان الشكل العام ان شاء الله ان النادي الاهلي في النهائي وغالبا الوداد وبعدين جيت تختار واحد من اثنين المنافسين البطوله عنده انت كده بتعمل له انا اسف ده تحرك النادي الاهلي من والعوده الى الاوتيل من ملعب التدريب والعوده الى الفندق الاقامه اتفضل يا كابتن يعني زي ما بقول لك علامه استفهام كبيره ازاي قبل قبل النهائي بتحدد الملعب وفي مكان واحد من الفريقين اللي هيلعبوا في النهائي نعم. فطبعا انت بتدي له كده فرصه اكبر وسط جماهيره لانك انت برضو مهما بعدت من جماهير مش هتقدر هتبعت كام استاد مثلا بيشيل 50,000 هتبعت انت كام يعني ما مكان يعني فادي اول نقطه انت بتدي له فرصه تاني حاجه انت بتقول السنغال والمغرب هما اللي تقدموا للاخر اتنين يعني استقر عليهم اللي هما السنغال والمغرب بعد استبعاد نيجيريا وجنوب افريقيا واعتقد الفرقه كان في حد رابع خامس كمان انجولا فازاي انت تقول السنغال انسحب برضو علامه استفهام اخرى يعني ايه السنغال قبل هو النادي الاهلي النهارده بيستند على ايه في جوابه اللي بعته للاتحاد المصري عشان يبعته على وجه السرعه الى الاتحاد الافريقي استند على يا استاذ عصام على انسحاب السنغال كان يجب بعد ان تنسحب الدوله الاخرى هما دولتين دوله استضافت السنه اللي فاتت ودوله السنغال في السنه اللي فاتت وواحده قبلها ودوله السنغال وبالتالي عندما تنسحب دوله السنغال كان يجب على الاتحاد الافريقي ان هو يعمل ايه يقول للناس يا جماعه انسحب السنغال وما بقاش غير المغرب اللي عايز يقدم في خلال 24 ساعه حتى ولا في خلال 48 ساعه يقدم وهنقفل باب الترشح بعد كده ده لو كان ده اللي بيطلبه النادي دلوقتي ده نعم. لو كان الموضوع في الكاف فير نعم ليه بقى لانه من الاساس انت لم تعلن مع القرعه لو انت اعلنت في القرعه على بلد المحبوب على اي بلد المغرب الكايرو اللي عايزه يوصل بقى فريق ما يوصلش عادي جدا تشامبيونز ليج في باريس مفيش باريس سان جيرمان تمام ليه معلن مبكرا لكن انت بقبل تهميدة جامدة جدا خلي بالك وتكسيرة كبيرة للنادي الأهلي هذا النادي اللي كاشف جدا في مسألة حصد البطولات وكذا وبدأ يحطم إدارات أندية كبرى في البطولات الكبرى نعم. كما يحدث من مطبات صناعي دايما بقولها مع حضرتك هنا نعم. حتى محليا ليه أنت لا شكاي ولا مقترض ولا كذا ولا ماذا كل شغلك ما شاء الله بمكاسب وعلى الأرضية الفنية ببطولات نعم. وبالتالي هما بيوعدوا بعض انت بتقول كيف تنسحب السنغال السنغال خلاص فازت بمقصة يا أخرى انها تاخد السوبر الأفريقي نيجيريا الملعب المعاقب كما عوقب ملعب السنغال في واقعة مصر هي كمان هتاخد نهائي الكونفدرالية يبقى في نيجيريا في نيجيريا والسوبر يبقى في السنغال تمام التمام ملعب نيجيريا ده اتقال مش بس انه موقوف اتقال ان دورات المياه ينقصها حنفيات تخيل لما الكاف يطلع يتكلم عن السباكه يا فندم انا لسه كنت هسالك في النقطه دي بس بما ان حضرتك فتحتها تخيل حضرتك ان امبارح كان طالع من الاتحاد الافريقي عقوبات ضد الوداد والرجاء بسبب لعبهم في مركب محمد الخامس اللي الاتحاد الافريقي معاقبه بعدد معاقبه بان هو قلل العدد ومش عارف بغرامه كام وبكام 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 وفي نفس الوقت تاني يوم بيبعت له جواب بيقول له خلاص خد البطوله الافريقيه او نهائي البطوله دوري الابطال على ملعب مركب محمد الخامس طبعا اللي انا عامل عليه عقوبات مبروك عليك انا عايز العبك في الملعب المعاقب انا بقول لحضرتك يعني كله عكس بعضه ما يا كابتن انت برضو ما عندكش هذه الحمايه انت موفد صحيح ولا يمثل مصر ولا السيد لقجع بيمثل المغرب لكن لانه العربي المغربي يعني فوزي لقجع فهو يحارب معارك تكبروا عند الاشقاء والمسؤولين والجماهير في المغرب
لكن انا الرجل العربي المصري انا بريده كافي في ايده وهيقول لك هو انا بريده هو رئيس الاتحاد. هو مش لازم رئيس الاتحاد، لكن على الاقل يقول لهم انا مخاصمكم، انا ممكن مش هقعد معاكم بكره، لان هناك واقع تكسب بلاش عشان مصر ولا النادي الاهلي، لان انت رجل تتحدث عن الفيفا وتتحدث استثمرت فيك الدوله المصريه وكل مؤسساتها وقفت وراك، يعني حتى ما يمكن ان يكون عبر مكتبه الاعلامي لما يقولوا صرح لا تخيل حجم اللي ممكن يعمله لما يخرج هو صوتا وصوره ليعلن عدم رضانا، مش هقول رفضه، هو في الاخر عضو مكتب تنفيذ، لكن عدم رضاه ويشبكها بانها اساءه للكره الافريقيه، مش عشان خاطر الاهلي ولا مصر برضه ماشي. وبالتالي انت فاقد ده. الاهلي خاطب اتحاد الكره اللي المفترض انت عشان الحاجات القانونيه لما تيجي تكلم اي حد يقول لك اتحاد وطني، تيجي تكلم اتحاد وطني يقول لك لا اشكيل الكاف، تيجي تروح الكاس 100% هي واقعه غير مسبوقه، هي هتبقى مش كنترولد، قال لك ان دي خارج الاختصاص، لكن الاهلي يستطيع ان يفعل قضيته اكثر واكثر بايه؟ واحد بالاجراءات اللي عملها والديكومنت اللي بيجمعه ده علشان يقدمه ضمن ملفه. تخيل ان الهاشتاج بس قبل ما حضرتك تكمل، انا مبسوط جدا باللقطه دي، لانه طبعا البعض بيرى ان اللقطه دي عادي جدا، ان مثلا واحد زي الشناوي كابتن فريق النادي الاهلي واحد من افضل شايل ادوات مع المحارس والرجاله، ناس كتيره طبعا ممكن احنا كلاعيبه نشوفها عاديه، لكن انا خد مثل زي لاي حد بيتفرج علينا الشناوي بيعمل ايه وغيره، سيد عبد الحفيظ كان بيعمل ايه وكابتن سيد عبد الحفيظ وميشيل يانكون كابتن ميشيل يانكون، وبالتالي هي لقطات قد تبدو عاديه، ولكن ستصدقوني يا جماعه بعد عمر طويل الحاجات دي بتفضل دايما مثال للولاد الصغيرين بيعملوا ايه. يعني مصطفى شوبير الطبيعي ان هو يعمل كده لانه هو لسه صغير. انا اقول لحضرتك اكتر منك انت الكابتن اسامه لما كنا بنسافر مع فرقنا او منتخباتنا في اوقات بتبقى حاله جميله من اللاعبين والادارات المحترفه كنا بنفرح لما نلاقي مشهد زي ده وانتم بتشيلوا الادوات او بتساعدوا او كذا. ليه؟ بنحس ان لعبتنا مركزه، لعبتنا وجهازها وعمالها ايد واحده، لا احنا جايين هنا كفريق عمل واحد. يعني ده استكمالا اللي حضرتك بتقوله عشان الجمهور يوصل له المعنى. انا بقى بقول لحضرتك ان ما يحدث الان من النادي الاهلي هو كاشف. أيوة. يكفي ان واحد من اعضاء المكتب التنفيذي لليوفا الاتحاد الاوروبي يخرج يعني عامل 100 علامه استفهام مع الهاشتاج وبيقول ما اعرفه ان القاره بها 52 دوله، ما الذي يحدث في القاره السمراء؟ ده بيعمل ايه بقى؟ هذا هو ما سياتي للاهلي بحقوق كثيره، ومش هقول لك بقى حال تمسك الاهلي ما اعلمه انه هيتمسك بحقوقه. السيد الحكم رقم واحد المصنف من النخبه في الفيفا بكاري جسامه لن يكون على هواه بعد هذا الفتح العالمي، ولا الملعب ولا امن الملعب ولا اي حد. الاستاذ عصام بيتكلم وكابتن اسامه الهاشتاج ارجوك لليوم الثالث على التوالي الحقيقه بهاشتاج كبير جدا يتصدر عالميا التويتات. ولما جيت لعب فيه تشال الثاني اللي هو اضاف له ان اعتقد يعني وبالتالي انت هنا هتحقق. بكاري جسامه مش هيبيع نفسه. هو مع حضراتكم معلش يا استاذ عصام مع حضراتكم طبعا عايزين نوصله دلوقتي المليون ان شاء الله، يعني عايزين نوصل الهاشتاج ده برضو المليون، لانه في النهايه ما يفعله جمهور النادي الاهلي ملحمه كبيره جدا جدا لمسانده ناديه، وبيقول للعالم كله انظروا ماذا يحدث عندنا مش بدلا بقى عندنا. من كتابه ما هو ممكن ان يكون اساءه ودول كذا والصوص ده بقى رقي جمهور مصر وفي القلب منه جمهور النادي الاهلي طبعاً. ده يخلي العيون دي تعمل كده، وبالتالي هتخلي السيد بكاري جسامه من اي شيء الا نفسه. ده مصنف من النخبه تبع الفيفا رقم واحد، جوميز رقم اربعه تمام اللي هو قد تخيل الناس في مصر بس كابتن اسامه بتحب جوميز اكتر من يعني لما انت لا انا مش بقول انه رقم واحد فنحبه اكتر، انا بقول لك في الحاله دي والقضيه فوكس مش هيقدر يا كابتن يلعب لحساب غيره. انا بقول لحضرتك ولا امن الملعب يبقى عارف ايه اتمنى وهي ما هياش حاله يعني اسمها ايه خياليه، اتمنى ان يدعو النادي الاهلي نجوم ثلاثة أربعة من المعتزلين الكبار اللي لعبوا مع النادي الأهلي ويضمن لهم رحلة سياحية تبدأ من هنا وتنتهي عقب النهائي بتذاكر المقصورة وكأنه دعويهم للمباراة. خلي الفضيحة تبقى عالمية، ده
وكأنه حكم، عارف انت اما الرجاله تقعد يقول لك حكم الرجاله اهم من حكم القضاء يعني. نعم. تمام. وبالتالي الاهلي بالاجراءات اللي شغاله دي، اتحاد الكره الدوله اشارت له انه لازم يشوف، فهيشوف، لانه في الاخر الوزير اتحرك وحسن انفعال الكابتن خطيب فورا توجه ان الادارات القانونيه عشان يبقى فيه برضه كفرنج اسمه الدوله عندك. مظبوط. لكن في النهايه هي قضيه النادي الاهلي، هي قضيه الملاك الحقيقيين جمهور النادي الاهلي، المجلس ما بينامش، والكابتن خطيب، ودي مش مجامله، انما تبقى شويه تفاصيل اعتقد الاهلي هيعملها يعني. اللي انا بقولها لحضرتك بما ان الاستاذ عصام يا كابتن اسامه برضو فتح هذه النقطه، لانه مثلا يعني كابتن خطيب بقاله 3 ايام او 4 ايام تعبان بجد، يعني عنده شويه تعب، وانا قلت لحضراتكم ان هو تعبان، ولكن اصر ان هو ينزل امبارح واول امبارح من بعد ما الفيفا اتخذ، او الكاف انا اسف، اتخذ هذا القرار علشان يبقى متواجد في النادي، يجتمع مع الاداره القانونيه ويجتمع مع اعضاء مجلس الاداره ويجتمع مع الناس علشان يشوفه، يروح للاستاذ جمال علام ويكلم سياده الوزير ويعمل الحاجات دي كلها. هيسافر ولا مش هيسافر بكره او بعده هيبان، لكن اللي انا بقوله لحضراتكم ان فعلا الكابتن خطيب يعني عنده شويه تعب شويه، لكن ان شاء الله يبقى كويس بكره ويبقى زي الفل، لانه كلنا الحقيقه ورا رئيس نادينا، وكلنا هنفضل في ظهر رئيس النادي حتى يعني ما نصل لنهايه هذه القضيه. اصل في شق بقى مهم في اللي حضرتك قلته. كل هذا التجمع يعني بالضروره ان احنا نقول للعيبه واثقين، معلش بقى ده ماتش كوره، هتكسبه انا هتكسبه، هكذا الاجيال في النادي الاهلي، ده موضوع وده موضوع، ان شاء الله عقب يعني الصعود. شوف احترام النادي الاهلي. لما يتصل البيبو بالسيد السرار او يوصل له رساله، لن نتحدث الا عقب انتهاء الجزء الاخر من وراء فلا زلتم تحملون طموح وهذا حقكم. مزبوط. شوف الناس في الجزائر بتتعامل مع الموقف ده ازاي يا كابتن اسلام. نعم. لانه بيحافظ له على فرص، والكره ما فيهاش مستحيل. كان لسه معانا كابتن اسامه يعني كريم احمد زميلنا من الجزائر، وكان بيتكلم على الاستقبال، وبيتكلم الحقيقه بيقول حاجه يعني كويسه جدا، وده على فكره بالمناسبه اللي احنا هننتظره لو ربنا كرمنا وصلنا المباراه النهائيه، وخلاص المباراه تم اتخاذ قرار انها هتلعب في المغرب، الجمهور المغربي هيقابلنا احسن من كده كمان. لكن طبعاً. انا بتكلم على اللي بيحصل دايما، لماذا هذا عدم العداله، ولماذا هذا لانك انا اسف لا اتفضل يا كابتن. لا هي بس هي التعليق استاذ اسامه، كابتن اسامه، عدم المنطقيه في اتخاذ القرار. ما هو ده نفسي اعرف ليه. ما هو ده اللي كل جمهور النادي الاهلي زعلان منه، واكيد الكابتن الخطيب رغم تعبه دوت عارف يعني حاسس بالاحساس ده كلاعب واداري ورئيس نادي، عارف باحساس الجماهير. وانت جبت الهاشتاج دلوقتي اللي 865000. اه 865000 الحمد لله، من ساعه ما بدانا كان 500. ده كابتن ده غير ابو مليون وي ان شاء الله. وكل حد بيقابلنا في الشارع بيكلمنا على الموضوع ده، ولازم تتكلموا، ولازم تساندوا مجلس الاداره، ولازم تقولوا، ولازم، لانه على الاقل يعني احنا بنقدم وجهه نظرنا وحقنا العادل اللي احنا بنطالب بيه، زي ما الاستاذ عصام قال، على الاقل ان الحكم كمان بكاري جسامه لازم يعرف انه لو حصل انه تم اختياره يعني رسمي. يعني لكن يعني ايا كان بقى لو اتغير، وانا بقول لحضرتك وعلى يقين من زملاء، لو اتغير يبقى اول نجاح للاهلي، لانه حتى الان هو معلن بالمباراه. فايا كان من هيدير اللقاء المباراة، لازم يحس ان النادي الاهلي ده نادي هو رقم واحد في القارة، وورا ملايين بتتابعه، وهو نفسه طبعا كحكم لازم يبقى محايد وبيدي العدالة للفرقتين. مزبوط. ده إذا المباراة فعلا اتلعبت أو خلاص بشكل نهائي، مهما النادي الأهلي قدم أو حاجة، إنها تتلعب في المغرب. فعلى الأقل لازم نجري وما نسكتش على حقوقنا، لأن كل الناس شايفه الموضوع دوت، وكل يعني حتى لو النادي الاهلي بعت للاتحاد الدولي اكيد يعني بتعمل شيء من الضغط وشيء من، لانه النادي الاهلي حقه. فنتمنى التوفيق ان شاء الله في المباراه الجايه الاول،
لانه يعني طموح كبير لجماهير النادي الاهلي ان احنا ناخد البطوله دي ثالث مره على التوالي. ما حدث ما تمش قبل كده الا غير في الثمانينات اللي هو 84 85 86 لما اخذنا ابطال الكؤوس واحتفظنا بيها للابد. ففرصه كبيره نتمنى ان شاء الله تتحقق، بس في وجود جو عادل للفرقتين. احنا مش بنقول للنادي الاهلي بس، للفرقتين يعني. ان شاء الله ان شاء الله هنطلع نشوف زي ما قلت لحضراتكم معايا لقاء مهم جدا للدكتور احمد ابو عبله رئيس الجهاز الطبي في النادي الاهلي. بعد كده فاصل، وبعد الفاصل نرجع نكمل مع كابتن اسامه واستاذ عصام. الحمد لله طبعا على اللي احنا وصلنا له، والحمد لله على كل الامور سواء بقى الفنيه او الطبيه يعني. طبعا انت عارف ان الـ احنا يعتبر في نهايه سيزون الحاله العامه بتاعه اللعيبه. الحمد لله الحمد لله يعني على كميه المباريات اللي اتلعبت خصوصا في للاعبين الدوليين، مشاركات في كل البطولات زي ما انت شفت يعني مع المنتخب، سواء بقى في كاس العرب سواء في كاس الامم، معانا احنا في كل البطولات بتاعتنا، كاس افريقيا، كاس العالم للانديه، السوبر الافريقي، يعني كميه مباريات كتيره جدا، كميه اجهاد على اللعيبه كانت كبيره جدا، وخصوصا ان احنا كانت في تلاحم مواسم، ما كانش في يعني زي ما بيقولوا اوف سيزون ان احنا نعمل فتره اعداد او كده، فبتبقى المهمه صعبه جدا جدا يعني. الحمد لله الحمد لله يعني احنا برضو بالتعاون مع الجهاز الفني ومع مخططين الاحمال بنقدر ان احنا على قد ما نقدر نحاول ان نقلل حاله الاجهاد دي، على قد ما نقدر نتعامل مع الاصابات اللي هي بتنتج من الاجهادات دي، والحمد لله ربنا بيوفقنا طبعا. بيساعدنا في ده، بيساعدنا كتير جدا النتائج الكويسه اللي احنا فريقنا يعني الى حد ما بنحققها، دي بتدينا دوافع كبيره جدا. احنا المسافرين دلوقتي انا شايف ان الـ 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 الوضع النفسي بيساعدنا كتير جدا في الوضع البدني وفي ناحيه سرعه التعافي حتى من الاصابات يعني. كان عندنا المباراه اللي فاتت كان عندنا محمد عبد المنعم ما كانش موجود، كان عنده شد في العضله الضامه، الحمد لله بدا تمرينات النهارده، شارك مشاركه كامله كده مع الفريق، وان شاء الله باذن الله يكون جاهز، وهو فعلا جاهز يعني ان شاء الله يكون تحت تصرف الجهاز الفني في المباراه القادمه. عمرو السولية كان حاسس ببعض الالام كده في العضله الخلفيه، فضلنا طبعا ان هو ما يشاركش المباراه اللي فاتت وجاري تجهيزه يعني. احنا لسه حتى الان ما فيش وعد حقيقي بان هو هيشارك في المباراه اللي جايه، انما احنا طبعا وديت احنا بنعملها كتير برضو ان احنا ما بيبقى في عندنا امل في لاعب من اللاعبين بنشتغل معاه بنجهزه. طبعا المعسكرات اللي زي كده احنا بنعتبره معسكر مغلق يعني اكتر منه تجهيز للمباراه، ففي حاله الاصابات بيبقى كويس جدا ان احنا نجهز اللاعبين المصابين، كتير جدا بننجح ان احنا نجهزهم قبل المباريات. نامل ذلك مع عمرو السولية ان هو يكون جاهز، ولو ان لسه لغايه دلوقتي ما فيش تاكيدات ان هو هيكون جاهز للمباراه القادمه، ان شاء الله يكون كويس ان شاء الله باذن الله. حمدي فتحي برضو عايز اتطرق ليه، يمكن حمدي باصراره الكبير والحقيقه والتضحيات الكبيره اللي بنشوفها مع لعيبه النادي الاهلي، يمكن كان عنده الام في الحوض بتروح وترجع بسيطه، لكن التضحيه موجوده والاصرار موجود، ويمكن الحقيقه ما بنقول عندنا لعيبه رجاله لان المرحله دي محتاجه كده يا دكتور، محتاجه ان يبقى في تضحيه وانكار ذات كبير جدا. طمني على حمدي، وبشكل عام بتشوف النقطه دي اصرار اللعيب ازاي وتضحيته ازاي ان هو يرفع اسم النادي الاهلي عالي. ده اللي لسه كنت بقوله لك، ان تتالي وتوالي المباريات مع سواء مع المنتخب او مع الاهلي ده اثر كتير جدا على بعض اللاعبين، ومن اكتر اللاعبين اللي اثر عليهم شويه هو كان حمدي فتحي. الاصابه اللي عند حمدي مش اصابه اللي هي الحاجه الاكيوت اللي هو انا بلعب فحصل لي اصابه، لا هي حاجه ليها علاقه بالاوفرلود انجريز او الاصابات اللي ليها علاقه بالحمل البدني العالي يعني. بعض الالتهابات في الحوض احنا بنحاول ان احنا يعني زي ما بيقولوا نتعايش معاه شويه، ان احنا نحاول ناخد منه احسن اداء بدني يقدر يديه لنا في الفتره اللي جايه. طبعا احنا في فتره صعبه شويه، احنا في سيمي فاينل وفاينل، فالموضوع لا يحتمل ان احنا نقول لا احنا هناخده ونعمل له فتره
علاج بقى ونبعده خالص عن المشاركات او المباريات. بنحاول ان احنا نأمنه طبعا، ان احنا ما فيش اي تفاقم للإصابة يكون موجود، ده رقم واحد. وان احنا نحاول نجهزه بأعلى جاهزية نقدر عليها في المرحلة اللي احنا موجودين فيها دي. هو كويس دلوقتي. المباراة اللي فاتت طبعا احنا بنحاول برضو ما نسيبوش لغاية لما يبقى الإجهاد 100% او يبقى مش قادر يأدي بدنيا 100%، فبنقلل الحمل البدني بتاعه شوية سواء في التدريبات سواء في المباريات. ساعات بيحالفنا الحظ بده، ساعات ما بنبقاش محظوظين قوي بالاصابات اللي بتجيلنا. يعني كنا بنحاول ان احنا نريحه شويه، فجت اصابه عمرو السوليه اضطرينا ان يعني نستعين بيه اكتر. فيعني بنمشي الامور زي ما بيقولوا من ناحيتنا، من ناحيه ان احنا بنعمل له جلسات علاج طبيعي وتاهيل مكثفه، من ناحيه ثانيه ان احنا نحاول نظبط الحمل بتاعه بحيث ان هو يدينا افضل اداء في المباريات اللي هيشارك فيها ان شاء الله. وان شاء الله باذن الله يا رب يكون معانا المباراه اللي جايه والفاينل ان شاء الله بكل كفاءه باذن الله. اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. كابتن اسامه، خلينا بقى نروح لشويه فني بالنسبه لمباراه وفاق سطيف. كيف تشاهد هذه المباراه يوم السبت؟ مباراه الناس شايفه ان هي مباراه ليست بالمباراه الصعبه. طبيعي النتيجه اللي اتحققت في القاهره نتيجه كبيره في دور قبل نهائي 4-0. احنا قبل اللقاء يعني كنا بنقول نتمنى ان احنا نكسب فارق هدفين وما يجيش فينا جون، يعني 2-0 ان يبقى احنا رايحين مطمئنين. لان انت بتتكلم على فرقه النادي الاهلي اللي هي اكتر فرقه حاصله على البطولات في القاره، اللي هي اخر بطولتين واخده البطوله التاسعه والعاشره، يعني ثالث مره على التوالي قريبين من النهائي. الفرقه اللي عندها لعيبه دوليين كتير، كل الكلام ده يخليك قريب جدا من المكسب لو انت كسبان 2-0. فلما توصل النتيجه 4-0 وانت زي ما قلت لك بكل حجم خبراتك دوت، المنطق في كره القدم بيقول والادائك اللي انت اديته انك انت ان شاء الله في النهائي، ولكن مفيش شك انك انت لازم تحترم المنافس، لازم تحترم فرقه وفاء سطيف، لازم تاخد الامور بكل جديه لانك في النهايه هي كره قدم. لكن بالك وفاء سطيف امبارح كسبان 7-7 ماشي شوف فريق ماشي. صاعد طبعا يعني برضو يعني ماشي، بس مع يعني طبعا برضو مع الفارق انك انت برضو بتلعب طبعاً بطل القاره في بطل القاره الافريقيه واكتر من مره في بيلعب في انديه كاس عالم، وعنده 7-8 لعيبه منتخب مصر ومنتخبات تونس ومالي، وكمان حتى اللعيبه اللي ما بتاخدش منتخب هي اصلا دوليين. فيعني اعتقد ان المباراه ان شاء الله باذن الله هتبقى في متناول النادي الاهلي. وكمان المكسب 4-0 هيخليك تروح تأدي هناك بثقه اكتر وراحه اكتر. يعني تملي لما بتبقاش مضغوط قوي هتلاقي تمريره مظبوطه، هتلاقي لما بتروح على الجون بيبقى تركيزك اكبر مش متوتر لان النتيجه مديالك اطمئنان. ولكن زي ما انا قلت بجانب انك انت تاخد الامور بجديه. وانا شايف ان النادي الاهلي في المباراه دي تحديدا، يعني احنا في مباريات بنقول ايه نلعب نص ملعب ونلعب بثلاثه ارتكاز ونلعب متحفظين، انا شايف العكس. النادي الاهلي المفروض يروح يهاجم من البدايه، لانك انت معنى انك انت تجيب جون واحد ان هم محتاجين يكسبوا 6-1. فاعتقد انه ان شاء الله الامور في متناول فرقه النادي الاهلي، وان شاء الله النادي الاهلي في النهائي من وجهه نظري. يعني طبعا دي لحظات وصول لعيبه النادي الاهلي الى فندق الاقامه في الجزائر بعد انتهاء تمرين النهارده. استاذ عصام برضو اعرف رايك في هذه المباراه والمباراه اللي فاتت والمباراه اللي جايه. شوف الحصه الثانيه او الشوط الثاني من مباراه وفاق سطيف، كابتن اسامه ما شاء الله عرفها فنان بسهوله جدا كانه بيكلم لعيبته على سبوره. يعني هي يبقى بقى ايه الحاجات اللي هي التوابل، يعني يبقى انه حمدي فتحي ما يزعلش على كوره بناقص تاكلينج، يبقى ان ايمن اشرف ما يشعرش بظلم مع مكاتفه، خلاص ثانك يو ريفري مفيش كلام. ليه؟ قد يكون بدايه المؤامره من هذا الملعب.
ولا شأن لوفاق ستيف خالص، كله عايز يورطك مع الجمهور. عشان كده بقول لبعض أصدقائنا في المغرب يا أخوانا لما نقول الأهلي يلعب في الجحيم وطالما في فار الأهلي يلعب وفي أي نار ملعب، يعني ليس المغرب هو الجحيم، لكن ما يحدث لإيقاعك مع أشقاء. أولا دي مش منتخبات عشان يعني تبقى زعلان، وانت لعيب النادي الاهلي زي ما فيه وداد فيه رجاء قاعد برضو مستني، مفيش نادي بيحب مكسب التاني ولا تقولي من بلد واوروبا نفسها بهذه الشياكه كده طبعا. فبالتالي اللعيبه محتاجه تكلم بعض كده، الكابتن سيد اكثر خبره ويقول لهم كده، الكابتن حسام غالي كمان هناك ويقول لهم كده، وبالتالي مجموعه من العوامل جنبا الى جنب. وانا مصر ولست بحالم ان النادي الاهلي يتوجه بدعم مثلا لويس فيجو، يتوجه بدعوة لبعض النجوم، احنا محتاجين 3-4 نجوم من الذين اتوا للعب مع النادي الاهلي تمام، يتكفل برحله سياحيه تبدا من اهرامات الجيزه ونيل القاهره اللي عليه المقر الرئيسي للنادي الاهلي مرورا بالشقيقه المغرب وفي كازابلانكا وكذا. ليه؟ طول ما انت حاطط القضيه دي فوكس لن تموت، لان هذا الاستمراء يصعب فهمه. كان هناك السيد سليم شيبوب ولم يكن يستطيع أحد الغمز واللمز، كان في أعظم حكم في القارة ما كانش بيلعب إلا الواحد بس اسمه سليم شيبوب، لكن الأهلي نجح في إيقاف الترجي بماتش كورة سليم شيبوب كان ناقص يبص له في المقصورة، الراجل كيم لي شونج ده كان ناقص يبص له في المقصورة، ما هو ده ما كانش بيلعب مع حد الحقيقة، لكن هو الراجل ده كان موصله العالمية وكان راجل باور غير عادي يعني. وبالتالي هذه الأشياء هي عظمة الفرق الكبرى. حبذا بقى لو اللعيبة تبقى مركزة كمان مع اللي هم اتعودوا عليه، أن الإدارة ويمثلها محمود الخطيب وهو من هو في كرة القدم وزير سابق ونائب رئيس النادي، هذا التكاتف اللي هيبقى موجود هناك مع اللي سافرنا في المغرب وطمأنة غير عادية. الدولة المغربية بقى ما هياش هتبص على فكرة إن علاقتها بالشقيقة مصر تبقى تحت وطأة اتنين بيلعبوا بعض ريست لجع وبريدة أو غيرهم أو غيرهم، واخد بالك؟ وبالتالي المسألة كابتن في يد لاعب الأهلي، صحيح هي كرة قدم لكن هي في إيديهم يعني. وبالتالي المشهد اللي الأهلي عمله سيحسب له عبر التاريخ، إنه بيجود للقارة، وإنه لما جه متسبي وحضرتك فاكر واعتقد الكابتن اسامه كان برضو كمتابع سعنا عشان في الميديا يعني اكتر منه كضيف، كان الكابتن معول كثيرا والراجل كان بدا يسمع منه ويسمع من الراجل بتاع مازيمبي وبدا يقول له اوروبا انا عندنا كوره، والراجل جاي راجل يا عم مالتي ملياردير، لكن في النهايه العصبه دي اتلمت عليه لنمشيك من هنا، فهو عايز يفضل وينعم بحكايه رئيس دي برضو ملهاش دعوه بالمليارات، واخد بالك؟ وبالتالي ولا يوم من ايام يعيش حياته الحقيقه يعني. ليه؟ لان هذا الرجل كان يعمل لصالح، انا بشوف الناس كلها دلوقتي بتقول لك لا لا ده للامانه يعني لصالح، لانه كان هامش الاخطاء والفساد اعلى شويه من اوروبا لكن معقول، لانه لما جه وطاح بيه وطيح بيه امتى؟ لما جت الحكايه صغرت في المقاسات بعد بلاتر برضه بكل فساده، فبقت انفنتينو احد من عامله مثلا في الشؤون القانونيه لشركه رجل اعمال مصري، خلينا صراحة اهو تمام، دفعت بيه مافيا كره، ايوه مافيا كره القدم الى سده الحكم تمام، فيأتي ويذهب مع الرجل ثم يأخذ حقه. وفي واقعة شهيرة لما كان في مدينة جروة حيث منزل السيد عيسى حياته راح يبارك له، قال له أنت كنت عايز يعني زي بنقولها احنا هنا تكفني وأنا حي لكن الله موجود. سبحان الله خلت لها يعني. وبالتالي سأذكر التاريخ أن النادي الأهلي بباوره وبقوته هو لا بيكشف عن فساد لقارة بكر، قارة فيها مناجم بتنهب لحساب أوروبا في كرة القدم. وبالتالي بقول لحضرتك النصف الثاني من المباراة أو بداية النهائي تبدأ في الجزائر العاصمة وفي ملعب 5 يوليو أو سانك جولي زي ما الأشقاء بيسموه، وبالتالي يذهب الأهلي بعدها إلى النهائي. الأهلي سيلعب في أي ملعب لكنه برع في إثبات كامل حقوقه يا كابتن صح. اسلام ولن يتنازل عن حقه ولا حق خالص خالص ولا حق، وده اللي خلى الامر التهاب في ال 24 ساعه الاخيره، ومستشاره السوق لمتسبي اللي مش فاهم ان هو كمان بيتفحت له لحساب اخرين، يلا بقى ابعت جواب للمغرب، يلا حطوا البتاع الترك بتاع السوان ده بتاع الفرح وهات الفرقه والنهايه عندكم، يلا بقى مش هو رايح بينا المحكمه، انا رايح معاك المحكمه، يلا اتفضل عشان تشوف شكلك هيبقى ايه. نعم. بدل ما تقابل في تشامبيونز ليج والناس تقول لك تشيك هاند مستر بريزيدنت، هيقول لك ايه مكانك هنا يا سيد متسبي اتفضل.
لا بكل المقاييس يا كابتن، كرة القدم صناعة، أحيانا المافيا بتوجهها لكن مش بهذا السوء يا كابتن. أنا مع حضرتك 100%. خلونا نطلع نشوف ماذا قال محمود متولي لزميلنا كريم أحمد، وبعد كده فاصل، وبعد الفاصل نرجع برضو نكمل كلامنا مع كابتن أسامة عرابي وأستاذ عصام شنطو. طبعا برحب بيكم الأول، برحب بكل جماهير النادي الأهلي، وطبعا الفترة اللي فاتت ما كانتش فترة سهلة خالص على التيم ولا على الجهاز ولا إدارة ولا جمهور، من عامة زحمة ماتشات كتير قوي وأفريقيا ودوري، ومضطر إن أنت لازم تبقى أنت بتلعب باسم الأهلي فأنت لازم تبقى دايما رقم واحد. بالنسبة للماتش طبعا عملنا نتيجة كويسة هناك، بس طبعا الكورة وارد فيها كل حاجة فلازم نحط ده في اعتبارنا. ولما بنتكلم مع بعض لازم طبعا بنقول الكلام ده وبنبين قد ايه الكرة يعني ملهاش، دايما في متغيرات يعني، ف كل اللعيبه عارفه مسؤوليه الماتش قد ايه هو مهم. احنا لسه ما وصلناش فاينل، احنا لسه بنلعب الدور الثاني العوده بتاعه السيمي فاينل، فكلنا مركزين ان الماتش احنا نازلين ماتش 0-0 مش كسبانين 4 ولا حاجه، فان شاء الله باذن الله نعمل نتيجه ايجابيه برده هناك باذن الله، وربنا يكرمنا ان شاء الله نوصل فاينل ان شاء الله. يمكن جمهور النادي الاهلي بيطالب على طول بالمكسب، لكن في ظل الضغط وفي ظل الظروف لازم يبقى في بدلك للعيب، لازم يبقى في بدلك للمدير الفني، لازم يبقى في سوء توفيق بشكل عام للفرقه. بتتعاملوا ازاي مع الامر ده؟ بتقعدوا مع بعض تتكلموا ازاي؟ وكمان متولي كلمني على قيمه الكابتن محمود الخطيب لما بيتجمع معاكم بيكلمكم في الظروف اللي محتاج ان فريق النادي الاهلي يكون بيسمع كلام من رئيس النادي الاهلي كابتن محمود الخطيب. بص، هو طبعا الاهم في الموضوع ان دايما يكون في نظام التزام، دي الحاجات اللي بتوفق، ودايما زي ما انت بتقول كده في اوقات بيبقى فيها بادلك، بس هو التوفيق ما بيجيلكش غير عن طريق الالتزام، وان انت تبقى تيم واحد كله بيفكر في التيم، محدش بيفكر في نفسه، وده اللي احنا شايفينه وكان باين قوي الفتره اللي فاتت، وان شاء الله يستمر. يعني طبعا كابتن محمود الخطيب كقيمه يعني في قيمه اجتماعيه، يعني قبل ما يكون رئيس النادي بتاعك انت لما بتكون قاعد تسمع كلام منه طبعا بتسمع كلام من قدوه تتمنى تبقى زيه في يوم من الايام، فاكيد طبعا الكلام بيأثر وبيبقى ليه دور كبير في ان انت ازاي تراجع نفسك، ازاي تفكر كويس في ان انت تبقى دايما في قمه. يعني الموضوع ما بتاخدوش على ان انت بتسمع كلام من حد وخلاص. كابتن محمود بعيد عن ان هو دايما سبورت للعيبه ودايما بيشوف، هو خبره اكيد عدى على حاجات كتير قوي من اللي احنا بنشوفها دلوقتي وبيفيدنا بخبراته، ودايما الجمله اللي انا بحب اسمعها منه ان انا بقول لكم نصايح مش بلزمكم، هو بيحاول يوصل لنا ان انتوا قد المسؤوليه. فالفكره كلها في انه قد ايه بيبقى واثق في اللعيبه، قد ايه بيبقى واثق في الجهاز الفني، الثقه دي بتتحول علينا في الملعب ان احنا نبقى خلاص يعني نبقى كل واحد عارف دوره وعارف مسؤوليته، ولازم قد ايه يبقى في التزام بره الملعب وجوه الملعب، ودي حاجات لازم تكون موجوده في تيم دايما بينافس. يعني مباراه المبارك في مباراه فاق ستيف خلاص، يعني نقدر نقول ان احنا بدينا زي ما انت قلت متولي 0-0، جمهورنا كان الحقيقه كان ادى رساله كبيره جدا ودعم كبير جدا. هنقابل على الجانب الاخر جمهور كبير كالعاده طبعا مباراه فاق ستيف، التعامل بيبقى ازاي في الامر ده؟ لان الخبرات كبيره جدا الحقيقه في النادي الاهلي وانكار الذات كبير جدا، وده سر من اسرار النجاح، مين متواجد مين مش متواجد، الهدف والنجم هو النادي الاهلي. طبعا دايما كل فريق في ملعبه بيبقى مختلف، بس هنا بيبان شخصيه كل فرقه وهو بيلعب بره ملعبه، سواء كنت بتلعب فاينل سواء كنت بتلعب ماتش ذهاب او عوده. الفكره كلها في ان انت شخصيتك لازم تبقى حاضره دايما في كل الماتشات، سواء في ملعبك او بره ملعبك، لو جمهورك الموجود او جمهور المنافس. طبعا مع احترامي لجمهور فريق ستيف، اكيد جمهور كبير برضو، لكن في الاول وفي الاخر انت دايما بتلعب تحت ضغط جماهيري، احيانا بيبقى سبورت ليك بيبقى برضه عليك ضغط ان انت لازم تسعد الناس اللي موجوده في المدرج اللي جايين يشجعوك، ومن الناحيه الثانيه انت بتبقى عايز الجمهور بتاع الفريق المنافس يسقف لك بعد الماتش. فانا بشوفها دايما حاجه ايجابيه بالنسبه لي، لازم افكر فيها كده علشان اقدر استغل الجمهور الموجود في الملعب. اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. كابتن اسامه، كيف سيلعب النادي الاهلي من وجهه نظرك في المباراه القادمه يوم السبت؟
اعتقد ممكن يعمل تغيير او تغيير. كان نفسك يلعب زي ما هو، لكن انت بتقول هو بقى مستر موسيماني هيلعب ازاي؟ انت عايز وجهه نظر، يعني وجهه نظره هو. انت قلت وجهه نظرك من شويه. بص، هو انا اعتقد ممكن يعمل تغيير او تغييرتين ممكن. يعني انا شايف ان مثلا واحد زي محمد شريف بقاله فتره ما بيلعبش كاساسي، يديله ياخد ماتش زي ده وجايب جون الماتش اللي فات. وشريف لما يتغير هو اصلا جون بنفسي كمان يا كابتن، جون حلو جدا، حلو يعني. جون حلو قوي. يعني استعمل فيه الحاجات اللي كان بيعملها من فتره ببساطه جدا. فواحد زي شريف لما يلعب ده راجل اساسي اساسا، يعني هو الاساسي، يعني مش هو ممكن مثلا بيرستو يلعب على طرف من الاطراف يعني. برضو قفشه يعني نفسي يلعب دور طويل شويه، لان الاثنين دول في مكانه او يلعب في مكانه دور طويل شويه، لانه الاثنين دول من اعمده فرقه النادي الاهلي، وبعده شويه الفتره اللي فاتت يعني فرصه ماتش زي ده. مش طبعا مع احترامنا الكامل لفرقه وفاء سطيف، لما كان انت بتتكلم في شريف وقفشه، دول اساسيين اساس يعني، ما يعتبروش احتياطي. يعني ده بالعكس يعني. مثلا انت عايز الكابتن يخليهم اكثر بقى جاهزيه. ايوه بقى. انه لسه في ماتشات جايه ومنها ماتش النهائي ان شاء الله. برضو مثلا واحد زي علي معلول، واضح انه من كتر اللعب محتاج راحه شويه، يعني الماتش اللي فات تحس انه كان اقل شويه. طبعا يعني مش قادر، يعني اللي كان فايقين قوي في الماتش اللي فات بيرسيتا وديانج، يعني هما دول اللي كانوا فايقين قوي. طبعا في مجموعه تانية ادت بشكل كويس، ولكن هما دول يمكن كانوا فايقين قوي. يمكن علي معلول بقاله فتره شويه محتاج يرتاح وحد يلعب، لكن وجهه نظر مستر موسيماني ممكن يلعب بنفس الشكل بنفس الفرقه، يعني ما يغيرش حد على الاقل في البدايه. ممكن يلعب ببيرسيتا وتحت الثلاثه اللي لعبوا، ويلعب برضو يبتدي بعلي معلول عادي، ويغير بقى اثناء اللقاء. هو في الماتشات اللي زي ديت بيلعب تملي تلتين ملعب او نص ملعب، وبيلعب لما الفرقه الثانيه تتقدم. خلي بالك فرقه وفاء سطيف عندها مشكله كبيره جدا. انا حاطط نفسي مكانهم، ان انا مغلوب 4-0 دي لو دخل فيها جول انا محتار ان انا هاجم بشراسه بالدفاع قوي عشان اعوض الاهداف دي، لانه عنده امل ان شاء الله 1 في المليون، يعني عنده طبعًا امل طبعا. الكره فيهاش مستحيله. وبنفس الشيء هيبقى مفتوح ورا، فانا شايف ان النادي الاهلي مفروض يلعب عادي ويهاجم ويلعب بجراه، لان النتيجه كبيره كبيره كبيره، يعني مش قليل. وسهل قوي يجيب جوان هناك، خاصه ان خط ظهر فرقه وفاء سطيف في المباراه الاولى واضح جدا ان في مشاكل. الراجل اللي كان بيظبطهم خد كارت احمر كمان. فما بالك بقى لو هو مجازف انه يلعب لقدام، فهيبقى في مساحات كتير قوي. لكن الله اعلم بقى مستر موسيماني هل هيلعب برضه بنفس الاسلوب اللي هو بيلعب بيه تملي، انه يبقى بيلعب متحفظ شويه، ما بيضغطش من قدام قوي بالذات الماتشات الخارجيه يعني، ويلعب على هجمات مرتده ويستنى شويه يمتص حماسهم في الاول، لانه هو لو فرقه وفاء سطيف عدى منهم 25 دقيقه او 30 دقيقه ما جابوش جون، يعني نفسيا معنويا هيبتدوا هم نفسهم احساسهم ان صعب قوي وهم بيلعبوا النادي الاهلي ان يقدروا في وقت قليل يعوض 4 اهداف يعني. فانا شايف انه النادي الاهلي يلعب باي اسلوب، سواء بيضغط من الامام قوي يقدر يكسب كمان هناك، وحتى لو لعب نص ملعب او متاخر واستنى اندفاع فرقه وفاء سطيف ولعب على هجمات مرتده، خاصه احنا عندنا سرعات زي بيرسيتا وزي الشريف لو لعب، زي طاير، زي الشحات، احمد عبد القادر، كلهم عندهم سرعات فسهل كمان يستغلوها. فسواء لعب كده او لعب كده، النتيجه اعتقد مدياك انك تلعب باي شكل انت عايزه. يعني تدور الطريقه الكويسه من وجهه نظرك وتلعبها في الماتش ده. وكمان يعني هتديك فرصه انك تريح بعض الناس في وقت معين من اللقاء، زي ما قلت لك، خاصه
ان لو مر 25 نص ساعه ما فيش مثلا اهداف او انت مثلا قدرت تجيب جون، فسهل انك مثلا واحد زي علي معلول لو هو ابتدى بيه اريحه مثلا الشوط الثاني ما جدوش، واحد زي شريف عايز اديله اكتر لو ما ابتداش يبتدي مثلا من بدايه الشوط وهكذا. مجدي قفشة بقى له فتره ما بيلعب تلت ساعه و25 دقيقه يلعب زمن أطول. فعندك فرصه يعني الماتش ده انك تعمل حاجات كتيره يعني. ايه رايك يا استاذ؟ انا مع الجانب الفني الكابتن اسامه طبعا، يعني ما شاء الله كل ثقه من زمان في رؤيه الكابتن اسامه، واحد من المدربين الشطار يعني. لكن انا حابب بس انه الراجل ده مش هيغير قوي، لكن اتمنى بس انه ما يدورش على ثلاث ديفندرات دي خالص، حتى لو لعب زي ما لعب بالظبط هنا، لكن يمكنه بقى يدي شريف فعلا، وحتى لو مش عايز يدي قفشه الاول، لانه ممكن يجي في دماغه يقول لك ده ماتش ايه خليني زي ما انا وبعدين ادي قفشه الماتشين الدوري لما اجي مثلا. تمام موافقين، لكن لو هيغير ناحيه الشمال كابتن اسامه لما عدلها قال مش من اول الماتش، عشان ما تبقاش برضو المنطقه دي بخبره مش متزايده عند محمود وحيد، يبقى ظلمناه من ناحيه ومن ناحيه تانية يبقى فرصه للي قدامه، على الاقل الايمج اللي عمله يفضل محافظ عليه موسيماني والتيم. لكن لو عايز يريح يزق ايمن اشرف هنا ويلعب سرد باك تاني محمود متولي مثلا. تمام، فيبقى قافلها خالص ويظل على طريقته اللي هي اتنينات دي مع رباعي الوسط، وبالتالي هتضمن له الايمج. الاهلي اول ما بيرجع يا كابتن اسامه للايمج بتاعه انه مش قلقان، التيشيرت ليه بريق يا جماعه، لكن وانت زيك زي غيرك خلاص ايه المشكله يعني. وبالتالي يا رب يعمل الجزء بتاع انه يلعب بنفس طريقته، لكن يدي شريف لانه هيحتاجه جدا ان شاء الله اذا ما وفقوا باذن الله النتيجه تخدمه ويبقى رجله الاثنين في النهائي ثم ماتشين الدوري، لانهم مهمين جدا برضه، وبالتالي يقدر يحفظ على توازنه ده ويريح علي معلول المجهد جدا، حتى وهو يعني بيرفع الاوفر عصبي، مش عصبي على زمايله، هو يعني مشدود قوي يعني بتبان، وفي نفس الوقت يبقى كسب التيم كله على بعضه بقى يرجع تاني بيعمل يعني روتيشن زي اجيالكو، اللي هو روتيشن من 20 كلهم شبه بعض، اللي بيقل بيقل يعني مفيش واحد من 100 في الالف، واخد بالك؟ يبقى كده ما شاء الله موسم اكثر من رائع ان شاء الله للنادي الاهلي. يا رب كل التوفيق للنادي الاهلي في هذه المباراه، وان شاء الله ننتظر مباراه مهمه تليق باسم النادي الاهلي وتليق طبعا باسم نادي وفاق سطيف، ويفوز ان شاء الله النادي الاهلي ويستطيع الصعود للمباراه النهائيه، وساعتها بقى هيكون لكل حدث حديث. بشكرك جدا يا كابتن اسامه على وجودك معانا. شكرا جزيلا. شكرا للاسلام الله يخليك. شكرا جزيلا يا استاذ عصام على وجودك معانا. شكرا يا كابتن، وان شاء الله حلقه كبيره نهني بعض باذن الله بال11 ونحط النجم معاك يا رب. دي اهم حاجه. ده انا نفسي عشان قناع بلا لا مكان طبعا موجود. انا بشكر حضراتكم شكرا جزيلا، ستظل دائما قناه النادي الاهلي في ظهر النادي الاهلي في كل القضايا اللي بيخشها النادي الاهلي. ان شاء الله ان شاء الله بكره هيكون معاكم ملك وكتابه ان شاء الله، وهنشوف وجهه النظر المهندس عدلي القيعي والاستاذ ابراهيم المنيسي فيما يحدث في هذه الامور. ان شاء الله يوم السبت المباراه ويوم الاحد نرجع لحضراتكم مره ثانيه. انا بشكر حضراتكم شكرا جزيلا، ان شاء الله اشوف حضراتكم يوم الاحد على خير.